انا كويس. ما تقلقش يا دول، اديني كويس، اديني كويس. لا شو بقى يا جماعه، انا هتكل على الله واسيبكم، عايزكم تخلي بالكم من نفسيكم كويس جدا. طبعا يعني المشوار ده بالنسبه لي يعتبر مهم قوي، وادعوا لي بس ارجع منه محمل بالتماثيل. يا رب يا بيبي، يا رب يجعل لك في كل خطوه تمثالين وربع. طب يا جماعه، عموما الاقصر مش بعيده، انا ممكن اروحها ماشي لولا ان انا مستعجل، بس عايز الحق بسرعه اشوف مثلا كرسي جنب الشباك ولا حاجه. يا دول، طب ما تاخدنا معاك يا بيه، اهو نتفسح ونتشمس. يعني تتشمسوا فين وتتفسحوا فين؟ انتوا كلكم تروحوا الاقصر، انا اجيب لكم الاقصر اسهل يا ماما. بيبي انا مش هعرف اعيش من غيرك، مش هعرف اتنفس في الحياه من غير وجودك جنبي. ربنا يخليكي ليا يا رانيا، ان شاء الله ابعت لك انبوبتين اكسجين تتنفسي بيهم براحتك. وانا يا دوله هات لي انبوبه يعني، بس كتر لي الدق. انبوبه ايه؟ انبوبه اجيبها لك ان شاء الله وانت في الانعاش. ايه هو انت مش هتسيب لي فلوس ولا ايه؟ شوف اللي بتقول ما اعرفش اتنفس من غيره. فلوس؟ انا قلت ناسيه. نعم بتقول ايه؟ لا يا ماما ما بقولش حاجه يعني. خدي يا رانيا الفلوس، انا مجهزها لك اهي، 400 جنيه دول بقى يفضلوا معاك، وانا عارف ان انتوا مش هتصرفوهم كلهم، بس عايزكم وانا مش موجود تعيشوا عشت الملوك. ملوك ايه؟ ايه الملوك دي؟ دي 400 جنيه، احنا بص كام نفر، على الاقل 4000 جنيه. عادل، انا ضد انك تدي فلوس لمراتك عشان تحكم وتتامر علينا ولا ايه؟ ده تحيز عادل. فعلا يعني ممكن يحصل حساسيه بعد ما سافر رانيا. معلش بعد اذنك. ماما خلي ال 400 جنيه دول معاك. لا انا عارفه ده تحيز عمومي مادي، نوية اقبل اساسا. نوية يبقى هات يا ماما. خلاص بصوا انا هعمل ايه، هفض الاشتباك. اتعلم مني بقى، اتعلم. هفض الاشتباك. رانيا هتاخدي 200 جنيه انت ومامتك بقى واختك وبنتك، وانت يا ماما 200 جنيه كمان. ما انت بقى اول سنه وبتاع. يلا بينا. سلام عليكم. يلا سافر. سلام عليكم. اتكل على الله. للنور، وادي 3 جنيه للزباله. ايه يا ماما، نور ايه وزباله ايه؟ احنا مالنا ومال الكلام ده؟ احنا مالنا ازاي يا بنتي، واحنا مش عايشين هنا ولا ايه؟ هو احنا عايشين هنا لوحدنا ولا ايه؟ ولا احنا مكتوب علينا الشقه وهم مكتوب عليهم الاستعباط؟ وهي يعني لما نحط ده في البيت يا ماما؟ بيت ايه؟ بصي بقول لك ايه، انت حره في فلوسك. طيب. اصرفيها زي ما انت عايزه. اوكي، بس يعني لو هتصرفي فلوسك يا ماما اصرفيها على حد يستاهل. ماما صلي على النبي، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. هاتي الفلوس دي وسيبيني بقى انا تكتكلك وخططلك. سيبي لي ايديكي كده يا ماما، هتشوفي بنتك سناء هتعيشك ازاي. لا 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 يا سناء، عيب. انا يا بنتي كبرت على الحاجات دي. لا 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 لا. ايه يا ماما، انا بقولك هوديك الملاهي ولا همرجحك في المراجيح؟ بقولك هفسحك فسحه عمرك في حياتك ما شفتيها. طب نفترض البيت كده احتاج حاجه، هنعمل ايه؟ مش هما معاهم فلوس؟ يصرفوا هما كمان على البيت، او يصرفوا هما على البيت. اشتري الشال الجديد حلمي عشان ينطق الفستان. شال ايه؟ لا يا حبيبتي جاميه، الشال ده بعدين، انا بقى حتى عيني على حته جين جزمه هشتريها. ايوه يا مامي، وانت كمان اشتري لي لعب ونتفسح. اوكي يا جماعه، انا عندي استعداد ان انا اضحي بالحلم المهول بتاعي اللي هو الشال علشان سعاده الباقين. هي ماما اشتري لي. طب افرضي بقى يا رانيا اذا صرفنا فلوس دي كلها والبيت احتاج حاجه، هنعمل ايه؟ ولا تفرق معانا يا مامي، هو مش عادل سايب فلوس مع حماتي وسناء؟ خليهم يشاركوا في مصروف البيت. ايه يعني؟ صح معاكي حق. طب يلا بقى نخش ننام عشان نصحى بدري وننزل نشتري الحاجات. يس. يا رجلي، انا جالي ليه العظام من كتر المشي. لا بس كانت فسحة تتجنن يا رانيا، مش معقول. بس انا ما بطلتش عياط من الفيلم اللي شفناه. يا مامي يا حبيبتي، احنا كنا بنتفرج على فيلم كوميدي مش اكشن. ما انا مش عارفه بقى، الست اللي كانت قاعده جنبي عماله هاتك عياط 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 عياط، اكيد اثرت فيا. اكيد جوزها حبيب قلبها تركها وحيده وسافر. على فكره يا مامي، انا كان نفسي في لعب تاني، انا كان نفسي في كل اللعب اللي كانت في المحل. يا حبيبتي لما بابي يسافر المره الجايه هنجيب لك كل اللعب اللي في المحل.
يا ريت بابي يسافر كتير. مش كنا اتاخرنا شويه يا رانيا مدام عادل مش هنا؟ يا مامي هنتاخر ازاي والفلوس اللي معانا كلها خلصت؟ بس تصدقي بقى انا مش قادره اصدق ان الفلوس اللي كانت معانا جابت كل الحاجات دي. يا حبيبتي مش انا معاكي يبقى تطمني على طول. مامي على فكره انا تعبت قوي. يا ماما اتبسطنا قوي قوي في الخروجه دي. الدنيا كانت زحمه قوي بس يا سناء واشترينا حاجات حلوه والله. والله شفتوا جبنا ايه؟ بس يا ماما ما تقوليش جبنا ايه عشان في ناس عينيها وحشه. عينيها وحشه انت اللي عينيكي وحشه. تعالي وريني يا انعام بقى كم شومي شومي. جبنا شويه عبايات كده عشان اقعد بيهم في البيت. وانا جبت جزمه بيضة عشان ما عنديش جزمه بيضة وهي تنفع برضو. شذب بقى انت. انا عايز اعرف انتوا جبتوا الحاجات دي منين. من الموسكي. يا بلدي يا موسكي ده انت نص لبسك من الباله. انا نص لبسي امبارح. حرام عليكي يا بنتي انا كل لبسي سيني اصلا انا مضيعه فلوسي عليهم. الله يرحم سيني وكاله البلح. في المول. يا ما شفتك في المول وانتي بتقلبي في البلات بتاعك. سبعة ونص. اتنين ونص. تعالى بص على سبعة ونص. اتنين ونص. بلديون. ماما انا عايزه اروح المول ده بس مش خازن. ايه ده يا ياسمين؟ هو ولا مره ماما خليتك تور في وكاله البلح ولا مره وقفتي مع ماما يا بتفتح باله على عربيه خشب بتشتري هدوم؟ لا 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 مالكيش حق يا رانيا. لا لا مقصره في حق تربيه بنتك. اخراسي. انا بقولك الحاجات دي جبتوها بفلوس مين؟ فلوس عادل ابني ربنا يخلوهولي ويرجع بالسلامه يا رب. يعني انتوا صرفتوا كل الفلوس اللي معاكم؟ اخويا وفلوس اخويا ما نصرفهاش ليه؟ يعني انتوا صرفتوا الفلوس كلها؟ ايوه فلوس اخويا نصرفها كلها نصرفها نصها احنا حره. انا ما انت انت حره فلوس اخوك اعملي اللي انت عايزاه. دلوقتي احنا هنعمل ايه في المصيبه اللي احنا فيها؟ هتاكلونا طبعا. ماما انا جعانه ومفيش اكل هنا. يا ريت يا ياسمين التلاجه فاضيه يا حبيبتي احنا في اخر الاسبوع وبتبكي على الاطلال. كان لازمته ايه الفشخره والقنعانه الكدبه اللي ملهاش لازمه اللي انتوا فيها دي؟ خروج وفسح وشرا. دوري بقى على مين ياكلك بنتك. مين ياكلك بنتك؟ اها انتوا طبعا اللي هتاكلونا. منين؟ منين؟ يعني ايه؟ احنا اساسا روحنا عملنا حاجه مفيده وخرجنا من السواد اللي احنا فيه وجبنا شويه لعب لياسمين. الدور الباقي عليكو. الله وبعدين في الورطه السوداء اللي احنا فيها دي؟ جون سيبا انا ما اعرفش دي بقى مشكلاتكم انتوا يا حبيبتي. دورك جايه مجيده اعملي باصلك بقى مره في حياتك. بيعي الخاتم اللي في ايدك واصرفي علينا. تفوتوا انت جننتي جامي. الخاتم ده انا بيه ده انا ابيع الولادات بتاعتي وما بيعش الخاتم ده. ده كل ذكرياتي بتاعتي انا في الخاتم ده. روح افتح روح افتح. مساء الخير. مساء النور. انا المعلم جرحي بتاع التماثيل وليا حسبه قديمه كده عند الاستاذ عادل وجاي اخدها. هي ناقصاك انت كمان. تعال له كمان 10 ايام هو يحاسبك. مفيش حاجه اسمها 10 ايام يا مدام. انا راجع البلد وعايز الم فلوسي اللي في السوق. ايوه حضرتك بس احنا هنا مش في السوق احنا هنا في البيت. ثم اننا قد اعلنا افلاسنا منذ زمن. انا ما باكلش من الكلام ده المؤاخذه. قدامكم اسبوع واحد بس والا ابلغ البوليس. اسبوع واحد بس انتوا هتستقرضوني في السن اللي انا فيه ده. سلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. انا عندي الحل. الحل الوحيد اللي قدامنا هو البازار. هو ده هنلاقي فيه فلوس. يا ريت. ما تتعبيش نفسك يا ام مخ نور مش هيرد عليكي ده الغبي هناك. ما حدش بيرد. طبعا افتح الباب. ازيك يا ياسمينة؟ اهو شرف البيت. تعال يا رمزي تعال. انا جعان قوي يا نونو خدي سوي لنا الجمل ده بسرعه. ايه ده انت عبيط ده انت ولا ايه؟ انا عايز اعرف انت كنت مزوغ فين ومتسرمع من البازار. انا مش مزوغ. بص بقى يا خالت مراني انا كنت قاعد في البازار وبعدين جوعت وانا لما بجوع بحس ان انا مش شبعان كده هون يعني فما بعرفش انام. هو عادل ما سابلكش فلوس؟ لا ما سابليش يا نونو. هو قال لي لما تجوع ابقى تعالى رمزي كل في البيت براحتك. الحقوني بقى بشندوتش عشان هموت من العطش. يعني انت دلوقتي عايش شندوتش عشان انت هتموت من العطش وهو قال لك لما تجوع تعالى كل عندنا واحنا اصلا مفلسين. طب احنا هنعمل ايه في الورطه اللي احنا فيها دلوقتي؟ مش عارفه هنعمل ايه. انا جيت لي فكوره حلوه جدا. انت بقى تعملي باصلك دلوقتي وتبيعي السلسله العره اللي انت لابساها دي. ايه 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 ابيع السلسله ولا ابيع السلسله؟ ده انا اضحي بعين من عينيا ولو انيش ابيع السلسله. ده نسرح بمشط وفلات وابر بوابير ولو انيش ابيع السلسله.
بوابير ابر بوابير عشان البابور يولع ويبقى كويس. مشط فلايات فلايات يا اساتذه يا معفنين. ميداليات ميداليات مشت يا بيه جامد. تعلقوا دلايه تعلقوا في العربيه تحطوا في جيبك جامد وصغير ولطيف. تشتري مشت يا بيه؟ والله صاحب النظر يميز. ولا انت ما عندكيش نظر؟ طب وليه الغلط ده يا بيه؟ ما احنا ولاد ناس زيكم، لولا الحاجه هي اللي خرجتنا. اشتري مشاط اشتري فلايات. مش دي ابله سناء يالا؟ سناء مين يا عم انت؟ دي واحده هبله. الابله يالا اللي في مدرستنا هي فيها شبه منها، بس ايه اللي هيخليها تعمل كده؟ تلاقيهم ما قبضوهاش في المدرسه. يا حوستي مش دول العيال بتوع تانية خامس؟ الواد ده انا عارفاه من تانية اول، بس ايه اللي جابهم هنا في القهوه؟ والله العظيم اللي عامل لهم استدعاء ولي امر. بس الحمد لله الحمد لله ما عرفونيش ما عرفونيش. يا سناء سناء الهي ربنا يفضحك يا بعيد فضيحه المطهر. يا ابله سناء انا هموت من الجوع. خلاص كده عرفوني خلاص عرفوني. يا ابله سناء يا ابله سناء يا ابله سناء ابله سناء. الهي تتخرس يا بعيد وتتقطع الاحبال الصوتيه حبل حبل. ليه بس يا ابله سناء بس؟ ما طول عمرك بتقول لي يا نقنق. حبك دلوقتي سناء؟ خلاص يا حبيبه قلبي. بصي يا استاذه سناء، انت تروح المدرسه وانا اللي هشحت مكانك. يعني لو ما عرفوش سناء يعرفوا المدرسه ويعرفوا ايه يا ابله؟ انت انت هو ده الشغل اللي انتم منهمكين فيه طول النهار؟ ده مفيش زبون اساسا دخل البازار من ساعه ما دخلت. ده البازار بينش، امال عادل طول النهار مشغول في ايه؟ ما يا رانيا مش ده زيزون بتاعنا. زيزون زيزون بس انت يا شوال اسكت خالص اخرس مش عايز اسمع صوته بقى. فرجها يا رب فرجها والنبي يا رب يا رب هنشحن فرجها يا رب النبي. زبون 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 ويلكم. هاي هاو ار يو فاين؟ جود مورنينج جو تادور جو تام لوزوازون لوزوازون. ايه ذس دمرداش هوسبيتال؟ هوسبيتال وات؟ مستشفى دمرداش. لا دي مش مستشفى دمرداش والله تشبهها. والنبي ايه؟ اطلع بره يا ابن الذين. ما طلعش زبون يا رانيا؟ طلع مريض يا رمزي. يا رب انا قلبي شامم ان في زبون. يا رب النبي حبيبك يا رب هنشحن هنموت من جوع يا رب. زبون زبون مشي. ما لقيتوش الرقصه في الغال؟ يا رب والنبي زبون واحد يا رب واحد بس يا رب حتى ربع زبون مخروم يا رب. مساء الخير. مساء النور. مساء الفل. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا اتفضل. معلش انا اسف الظاهر انا دخلت محل غير المحل. لا ده هو دخلت المحل المظبوط صدقني. ما هو نفس اللي انت عايز تخشه صدقني. لا لا انا متاكد ان مش ده المحل. هو المحل ده من حضرتك. حضرتك متلخبط وقلقان. تعالى انا هريح حضرتك. هتفضل اؤمر. انتوا بتبيعوا ايه طيب؟ احنا حضرتك بنبيع يعني مسلات اهرامات ورق برضي اللي تحلم بيه اللي تحلم بيه. طب انا هعمل ايه بدا يعني؟ لا ممكن بص حضرتك ممكن نبيع لك تمثال بخمسة جنيه ايه رايك؟ لا 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 يا رمزي لا 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 لا, لا, لا يا رمزي لا لا ازاي حضرتك. اقول لك على حاجه احنا هنبيع لحضرتك التمثالين بخمسة جنيه. لا يا رانيا لا انا بص الزبون ده حبيته من قلبي. بص احنا هنبيع له خمس تماثيل وايه رايك تاجر البازار كله ب 2 جنيه في الشهر؟ لا 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 يا لا لا هقول لحضرتك حاجه. ده احنا ما بنعملش كده مع الزباين اللي بتخش قلبنا. احنا حضرتك ممكن ايه كل حاجه تاخدها كده ونديك وتدينا 2 جنيه ونص. لا يا رانيا لا يا رانيا مش عايزين فلوس يا رانيا. انا حبيت الراجل ده مش عايزين فلوس منه. بص انا هدي لك اكبر تمثال هنا في البازار كله وتدينا السندوتش ده. وانا اصلا انا شبعت. والنبي الله يكرمك اتفضل حضرتك اهو احنا ما بناكلش عرق حد. اتفضل اكبر تمثال عندنا. شكرا مع السلامه. ده صندوق بالجبنه؟ ايوه يا رانيا خد السكوت. لا 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 إيه؟ لا بس انا ايه؟ انا هتصور معاه الاول. صح يا رانيا صح. هات الموبايل بتاعي. خد يا حرامي الموبايلات يا حرامي الموبايلات. هات 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 هات.
ايه انت بتهول نفسك انت عبيط انت اتجننت بمخك مش شايفني حمود حفطس التكييف وحش خالص حاضر حاضر يا خالتي مراني اهو اهو في زبون مين صاحب المخروب ده اهي حضرتك اهي طب يلا يا حرمه امسحي لي الدزمه دي ورانا مشاوير عايزين نقضيها ايه ده شيل رجلك انت مش شايف اللي بيقول هنا هيلب يور سيلف يو ستوبيد ده ايه الكلام الملعبك ده مش معقول هوي هوي هو مش قادر مش قادر استحمل الغباء ايه ما بتعرفش تعرف يعني ايه هيلب يور سيلف يعني انت تمسك الفرشه دي وتت ياي الشيء اللي انت لابسه ده يا ماما وريحته وحش هرجع هترجع ايه بس يا خالتي مراني هو في حاجه في معدتك عشان ترجع مساحة دزم دي ولا من النايل تتيه؟ ايه نايل تتيه والجهل اللي انت بتقوله ده مش معقول هو وريحة مش طبيعية كمان مش قادر تمسك نفسك بقولك ايه ايه اللي متعلق تقدر انت دوست على كل الصرصورات اللي موجودة في مصر كلها ايه الزبالة اللي هرجع هرجع موت هي في الحقيقة بعافية شوي اصلا لسه جاي من الزريبة دي الوقت زريبة زريبة عشان كده ريحة بص بقولك ايه جو اوت جو جو احنا قفلنا خلاص احنا مش بنعمل حاجات امشي امشي افتي ايه العالم دي ارزوقيه دول ولا فنديه بص بقولك ايه انت راجل انت روح اعمل حاجه في نفسك الريحه بتاعتك مش معقول وبعدين انت كده بتعمل تلوث في البيئه بتاعت مصر كلها لا يا استاذ يا انسه يا استاذ في امره عمي لا 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 ما ينفعش الشغل بالطريقه دي دول 10 ناس ييجوا يشربوا الشاي وما يدفعوش ولا مليم وياخدوا الكوبايات معاهم ده ما فيش الا كوبايه واحده كوبايه واحده يا خبر ابيض طب انا اعمل ايه دلوقتي يا مرات عمي ده انا منقي لك يا مرات عمي احسن غرزه عشان تفرشي جنبيها انا بقول لك ايه اللي هيجي يشرب الشاي تقف جنبه لغايه ما تحاسب يعني اقف جنبه اعمل له ايه اكتفه يعني يا مرات عمي بقى اسكت في زبون جاي اهو ماشي كويس ان واحد عشان كوبايه واحده مساء الخير يا مودة اهلا مساء النور اتفضل هاتيلي اتنين شاي انا والراجل اللي معايا ده الراجل مين يا حضرتك انت لوحدك يعني هو تاه منك ولا ايه ايه ده كان لسه معايا دلوقتي صحيح انا لسه رميه في النيل من نص ساعه رميه في النيل طب ليه الهزار بقى التيل ده افرض بقى قلبت بجد وهدومه اتبلت مثلا اعمل له ايه ما هو ابن طماع الناس هتاكل بعضيها تخيل ياكل عليا نص جنيه بحاله لا 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 يستاهل قطم رقبته الله ينور عليك يا ست العقلين يلا هاتيلي بقى كوبايه الشاي عايز اعمل دماغ واظبط الطاسه حاضر حاضر من عينيا نص دقيقه بالظبط ويكون عندك الشاي لسه عايز يعدل الطاسه بقول لك امره عم احنا هنحاسبه ازاي الراجل ده اذا كان رمى صاحبه في النيل هيعمل معانا احنا ايه صح كبسه معلمه كبسه يا نهار اسود كبسه يا نهار اسود طب انت بتجري ليه هعمل لك الشاي انت صاحب النصبه دي يالا لا حضرتك انا كنت جاي اتفرج بس والله امال مين صاحبها يا مين ايوه اللي هناك ده حضرتك انه ده اللي هناك ده حضرتك اللي رمى صاحبه في النيل هاتوا الواد ده قبض عليه ايه ده انا ما عملتش حاجه طب اشرب الشاي طيب يا فضحتك في المدرسة يا سناء يا خسرتك في التشرد يا سناء أهلك بيصرفوا عليك عشان تطلعي متشردة يا سناء يا راز يا مامي هتنفجر مش معقول من ساعة ما مسحت للراجل الجزمة بتاعته دي ريحتها هنتنا وأنا عندي صداع وأنا واقفة من الصبح في البازار إني أعرف أبيع تمثال واحد أنا نفسي أفهم عادل كان بيصرف علينا إزاي يا ترى يا عادل يا ابني عامل ايه ده احنا منبهدلين من بعدك ومش قادرين نتصل بيك ونقول لك احنا حصل لنا ايه او ماي جودنس او ماي جودنس يا فضحتي في وسط الهاي كلاس مش العيره رنتم طب انتي ومحدش عارفك امال انا اعمل ايه لو دخلت المدرسه كده لقيتهم بيقولوا خبر الصباح في الاذاعه المدرسيه يا سناء يا جماعه حرام عليكم احنا مش هنفضل نعيط على اللبن المدلدق على الارض احنا دلوقتي عايزين نعرف احنا معانا كام وهنعمل ايه في الاربع ايام اللي جايين انا بعت فليتين واربع ابر بوابير جاز بنص جنيه هايل وانا مسحت ربع الجزمه بربع جنيه هايل وانا بعت كوبايتين شاي بجنيه هايل وانتي نازل عليكي هايل انتي عملتي ايه انا بعت اكبر تمثال في البازار هايل بسندوتش سجق بالجبنه نعم اكبر تمثال في البازار يا فلحه من يومك طب فين الساندوتش ايوه فين الساندوتش ما هو الساندوتش انا كنت جعانه جدا فكلت انا ورمزي
يا جبروتك يا جبروتك يا شيخة، كلتي انت ورمزي ما فكرتيش في الشعب اللي حواليكي ده اللي بيكافح من اجل البقاء. مهزر، انا ما كنتش كلته من رمزي كان هياكله مني، عشان رمزي كان جعان. مش مهم دلوقتي الساندوتش، احنا دلوقتي بنتكلم ان احنا معانا يعني دلوقتي ايه في الاربع ايام اللي جايين هنعمل ايه، يعني معانا كام دلوقتي؟ 175 قرش. اه مامي، على فكرة انا كنت محوشة فلوس فحصلت الوقت الزنق. يا حبيبتي يا حبيبتي يا ياسمين، فلسة كبدي فلسة كبدي انت يا حبيبتي. مش وقت افلام، احنا كلنا جعانين. محكي كم يا ياسمين وريك. بصي مامي، ربع جنيه. يا ريتك ما فتحتيها، يا ريتك ما قلتي خرمت انا وداني. خلاص خلاص خلاص، مش مشكلة، احنا دلوقتي يا جماعة معانا ثروة، معانا 2 جنيه بحالهم. هنعمل ايه؟ انا هروح اجيب اكل دلوقتي. انتي تاني؟ انتي تاني وهايل هايل هايل؟ لا هروح انا. يا سلوم، وليه بقى حضرتك انتي اللي تروحي؟ ما انتي صرفتي الفلوس زينا زيك بالظبط. يا جماعة يا جماعة، فكروا معايا فكروا معايا بهدوء. هنعمل ايه في الراجل اللي اسمه الجرح ده اللي جاي بكره عايز فلوسه؟ هنعمل له ايه يعني؟ هنعمل ايه؟ ممكن نهدى شويه، ممكن نهدى شويه. انا عندي فكره عيله جدا، احنا نلم حاجات احنا مش محتاجينها من مقتنياتنا ونديها له بثمن الفلوس. يوه بقى، انت مش معقول. كمان انا عندي فكره تانية ممكن تحل حل جذري للزنقه الماديه اللي احنا فيها في الفتره القادمه. ايه بقى ياسمين حبيبي؟ اللي انا كنت واخدها معايا عشان اروح اشتري بيها التماثيل، يعني الحمد لله الحمد لله، يعني اتسرقت مني. يا موقوس يا موقوس. خلاص يا عزيز، انا ناقصك. انا ناقصك، انا ناقصك. مش كفايه الناس اللي اتلموا عليا في القطر دول غاويين تقطيع قمصان. المهم الحمد لله ربنا كرمني وفكرت تفكير كويس جدا ورحت بايع شنطة الهدوم بالهدوم اللي فيها. الحمد لله. يا موقوس يا موقوس، تعالى تضم لاخواتك هنا في مؤسسة البؤس العالمية. الحمد لله ربنا كرمها والله، عندنا يا دوبك بس يا دوبك جبت التذكرة بتاعت القطر وجيت على طول. الحمد لله. المهم بقى العفش فين امال؟ ما هو اصل يا بيبي احنا صرفنا كل الفلوس اللي انت كنت سايبها، فبعدين اضطرينا ان احنا نعمل عشان اللي احنا ما لقيناش ال ال صرفت 400 جنيه 400 جنيه في 10 ايام، انتوا جننتوا. 400 جنيه انت ده غير ثمن العفش كمان، ده انا هحجر عليكوا. وانت كنت فين؟ انا مش سايب معاكوا كلب حراسه. كنت بتعمل ايه؟ ما صرفتش حاجه دول والله. كنت بتعمل ايه؟ خلاص يا عيني خلاص. هي الساعه كام دلوقتي؟ العاشرة مساء، والست المصونة والجوهرة المكنونة مراتك لسه ما شرفتش. يمكن هتبات بره يا ماما. تبات بره؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ انا ما عنديش حريم يتأخروا بعد الساعة 2 بالليل. جدع شاطر راجل. بصوا بقى، كل واحد يحط لسناته في بقه. البنت بتاعتي واخدة اذن مني. واخدة اذن منك على اساس ايه يعني؟ انها رايحة الجامعة، رايحة تشتري كتاب، وانا دوري ايه؟ الدور الجاي ان شاء الله. صوت على البيت. اسمع، ما حدش اتكلم، انا هتصرف. الحياه بقى لونها بمبي، وانا جنبك وانت جنبي. بمبك ايه يا هانم؟ كنت فين لغايه دلوقتي؟ كنت عند الكوافير. عند الكوافير؟ ايه الكوافير اللي بيشتغل فتره مسائيه ده؟ قصدك ايه يا عادل؟ قصدي انك انت بتكذبي يا رانيا. بصراحه كنت بكذب، بس كذبه بيضة. مش كان بامبي من شويه؟ هو لا ابيض ولا بامبي. سناء شوفي لي لون كذبها ايه. دوري لي كده. انت بترفعي مقاسات، ما تخلص يا سناء. لعلمك بيبان باقي الصبر يا عادل. مراتك كانت في ميعاد مهم وما خبيش عليك. الحالة خطيرة خطيرة، لازم نبطر القلب. قصدي كان يهمها قوي انها تبان انها جميلة مع اللي كانت قاعدة معايا. عادل خرب عقلك، انت عرفتي ازاي؟ مكياجك اللي معمول الساعة 1 الظهر، وشعرك اللي لسه مظبطاه ما بقالكيش ساعة،
وريحة البرفيوم اللي طالعة ونشعة منك، والجزمة مكعبة عالي ما بتلبسهاش غير كل 3 سنين مرة في المناسبات الرسمية، لأنك بتخافي تدلقي وانت ماشية بيها. كل ده عاملاه ليه؟ راح تجيبي عيش وخضار. كنت فين يا هانم؟ وقولي بسرعة. ما كنتش في حتة. ما كنتش يعني مش هتقولي؟ هخلي سناء تعرفي كنت فين. هتقولي ولا خلي سناء تتصرف؟ لا 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 اوكي 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 انا هعترف يا عادل، بس لو سمحت انا عايزه اقعد معاك في جلسه منفرده في مغلقه. جلسه منفرده مغلقه؟ بعد اذنكم يا جماعه فضولي الصاله. فضولي ولا اقول لكم خليكم احنا هنخش جوه نشوف كانت فين. اتفضلي. دلوقتي بقى هانم انا عايز اعرف كنت فين ومع مين. أنا كنت مع الشهرة، مع المجد، مع الفلوس، مع الثراء الفاحش. الثراء الفاحش؟ كنت مع مصباح علاء الدين يعني، ولا كنت مع علاء الدين نفسه؟ لا، كنت رايحة أقدم في محطة اسمها تاتا تي في، محطة فضائية. تاتا تي في؟ دي غير تاتا خط العتبة؟ لا، هي محطة لسه بادية فهم مسمينها كده اسم تجاوزي يعني. محطة صغيرة، وأنت رايحة تعملي إيه في المحطة مع المحطة الصغيرة؟ رايحة ترضعيها؟ لا، كانوا طالبين مذيعات فروحت أقدم. روحتي يعني تقدمي كمذيعة ولا كضيفة؟ لا طبعاً كمذيعة. يا سلام، وأي واحدة معديه في الشارع كده يطلع في دماغها تبقى مذيعة، تقدم تبقى مذيعة. يا سلام. على فكرة بقى يا عادل، أنا طول عمري متحدثة رسمية ومتحدثة جيدة جداً، ولعلمك بقى أنا كنت بقود الإذاعة المدرسية وكنت عنصر ناشط فيها. عنصر ناشط في الإذاعة؟ يعني كنت إيه يعني؟ كنت اليورانيوم بتاع الإذاعة؟ بيبي بليز، انا محتاجك دلوقتي اكتر من اي وقت فات انك تعضدني وتساعدني اطلع سلم مجدي. وتطلعي سلم مجدي ليه؟ افرضي مجدي ده اتضايق مثلا، ولا قال مين اللي طالع على السلم دلوقتي، ولا كسرت له سلمه، يجي بقى يصدرني مثلا ويقول لي لو سمحت مراتك هي اللي بوظتها تعالى صلحها. هي يا عادل بقى بليز ارجوك بقى، مش عايزك تفضل كل شويه تحطم في طموحاتي. طموحاتك ايه؟ انا مش فاهم. كل شويه يا رانيا يعني ارحميني، كل شويه تطلعي لي بافتكاسه. طب انت عارف بقى الافتكاسه دي لو ضربت معايا هاخد كام؟ انا مش عايز اعرف. انا ضد المال وضد الشهره. اوكي يا عادل، عموما هي لو ضربت معايا هاخد 10,000 جنيه في الشهر. ايه 10,000 جنيه؟ بصي يا رانيا، يعني انا ممكن اساعدك يعني مش كمراتي بس، لا يعني انا واثق من امكانياتك. ومجدي ده لو ضايقك ولا حاجه وانت طالعه السلم صدرهولي، انا اساسا ماسك عليه حاجات يعني. يلا. طب بصي يا بيبي بقى، انا محتاجاك في ايه؟ انا محتاجاك تقف جنبي على اساس ان انا ايه اول مره في حياتي هقف قدام كاميرا تلفزيون، فمحتاجه يعني اعمل بروفات حيه كده كمذيعه وسط جمهور وكاميرات على اساس يعني اجرب نفسي في اداره الحوار. حبيبتي ما تقلقيش خالص. بصي انت بالنسبه للشغلانه دي محتاجه فيها كاميرا ومحتاجه فيها شويه جمهور ومحتاجه فيها، بصي اي توجه اعلامي انا مسؤول عنه يا ماما، انا اللي هدير لك كل شغلك، ما تقلقيش. 10,000. صوره عائليه، صوره للذكرى. يا عم حمضها، انسى بقى انك انت فوتوغرافي، ركز في الفيديو. راني خليك واقفه هنا على ما اشوف اي زبون مثلا تتكلمي معاه ولا حاجه. اوكي اوكي. مساء الخير. ايه حضرتك يعني ممكن تصور معانا؟ صور معاك بمناسبه ايه؟ صاحبي قريبي اخويا اللي اتحبس. الف سلامه، ان شاء الله يخرج بسلامه باذن الله. انت فاكرها صوره هتحطها في تابلو الميكروباص بتاعك يا استاذ؟ ميكروباص؟ بتاع الوجيعه هم حجزوه عشان علموا خلافات. طيب ما دي حاجة كويسة قوي. حضرتك احنا ممكن نعرض المشكلة بتاعتك عندنا في البرنامج. بجد؟ بجد. عارف اللي واقفة هناك دي؟ دي الأستاذة المذيعة الأستاذة رانيا. وأنا الأستاذ حمادها مدير عام الكاميرا دي وبشتغل معاها. أهو اتعرفت بالناس كلها؟ يلا خش يا رانيا، خش يا رانيا. بأس يا أختي، واحد ينزل لقبل المذيعة حتة. أنا استوليت. عادل مرتبكة مرتبكة عادل مرتبكة يعني. طب مكياجي مظبوط؟ المهم زبطي عقلي. زبطيها وخش خش خش خش. شعري حلو. هايل عندك جل يكفي 5 ستات. يلا خش. ما تخلصونا يا أخوانا. الشيشة حتة. أنا يا أستاذ. معقولة يا أستاذ حمضها؟ يا أستاذ حمضها الشيشة إيه اللي أنت عايز تشربها؟ ما ينفعش أثناء الشغل يعني حضرتك، هتصور إزاي؟ هو انا يا ابني اللي بصور؟ احنا مجرد اسباب، دي كاميرا فيها زر
تدوس على الزر الكاميرا تصور على طول. الله الله، احترم وجهة نظرك. تبدو لها ما تخلي الكاميرا دي بقى تستضيفني. تستضيفك كايه يعني؟ كانسان. انت انسان؟ هنكذب من الاول كده ومن اول حلقه نكذب على المشاهدين؟ يا اخوانا خلصونا. حاضر حاضر، خش يا رانيا خش يا رانيا. حاضر حاضر. أعزائي المشاهدين، عزيزي المشاهد اللذيذ الفظيع، هنقدم لكم النهاردة أولى حلقات برنامجكم الممتع قاع المجتمع. قاع؟ قاع دي منظرها شتيمة. لا حضرتك، شتيمة إيه؟ هي تقصد يعني إنك أنت شاب من الآخر يعني. اتفضل اتفضل. إذا كان كده ماشي، اتفضلي يا أختي. ومعانا نموذج سلوكي نتعرف بيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وليد استبن اول فيصل، احب اصلح الملحوظه اللي قالتها الاخت المذيعه، انا مش سروجي، انا سائق ميكروباص. وبابي الاستاذ استبن هل كان بيشتغل فردة كاوتش؟ فردة كاوتش؟ ايه العفشه اللي جايه تدبدب فوق دماغنا دي؟ لا 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 لا، مفيش حاجه حضرتك، دي يعني اصل هي مذيعه كوميدي يعني، واعتبرها زي اختك يا سيدي، عادي جدا. مش ممكن اختك تقول لك مثلا تكلمك اي كلام فارغ يعني، انت تقول لها اعملي لي شاي يا اختي مثلا، فهي تقول لك وانت اكتع ما تعمله لنفسك. مش بيحصل؟ اه بيحصل صراحه. خلاص اعتبرها زي اختك يعني، ما حصلش حاجه. الشيش يا ابني. حاضر يا استاذ. معقوله يا استاذ حمضها؟ ما ينفعش، معقوله هتضرب شيشه دلوقتي مع حضرتك؟ الدخان هيطلع على الكاميرا يغطي على وش رانيا يعني. اهلا اهلا، والله كويس انك جيت، انت ابن حلال، يا ريت تدوس لي بقى على زر الكاميرا عشان تبدا تشتغل. إيه ما كنتش بتصور من الصبح؟ لا والله لحد دلوقتي لسه. حاضر ادوس لك. ادوس انا ادوس. تدوس ايه؟ انت عمرك دوست على زرايا؟ ماشي خلاص. يلا يلا خش خش خش. لو سمحت كلمنا عن مأساتك يا أستاذ استبن. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بس اشتغل سواق على ميكروباص ترس هرم، في يوم من ذوات الأيام الأسبوع اللي فات قبض على العربية، بناشد السيد مساعد مدير الشرطة بتاع منع مرادي إنه يفك حصر العربية عشان عليها 500 جنيه. إيه ده بس؟ بس مش ممكن، ده 500 جنيه قليل جدا، ده أنتوا بتكسبوا أكتر من كده بكتير، ده إذا كانت الأجرة لوحدها ب 40 قرش وكمان ما بترجعوش البريزة الباقي. ما معيش فك يا أختي. يا سلام، هات لي باين، هات كبريت، ما أنا عايزة حقي. مش عاجبك انزلي. ابعت باقي خمسة يا أسطى. على أول الكوبري يا أسطى والله. أه أنتوا جايين تقلبوني هنا بقى. ما حدش ليه حاجه عندي. يا استاذ وليد يا استاذ وليد، اهدى حضرتك، يعني هو البرنامج بتاعنا ده بيتكلم عن الواقع، يعني زي ما ناقشنا السلبيات بتاع سواقين الميكروباص، بعد الفاصل ان شاء الله هنناقش السلبيات بتوع الركاب اللي بيركبوا الميكروباص. اذا كان كده ماشي، بس انا عاوز اتكلم عن مشكله الكنبه الورانيه. براحتك، اتفضلي اتفضلي. مبدئيا كده الكنبه الورانيه 3. بسم الله الرحمن الرحيم، الكنبة الورانية 4. ما تعانتش وما ترخمش الكنبة الورانية 3، وإلا هنقعد متزنوقين. متزنوقين؟ طب ما تيجي تسوقي مكاني. يا أستاذ يا أسطى معلش يا رانيا يا رانيا. النفر الزيادة ده أنا أدفع أنا يا ستي. يا عادل، أنت كده بتعلمهم الجشع. جشع؟ لا كده بقى اللقاء ده خلص بقى. حضرتك هي ما تقصدش يعني، هي ما تقصدش، هي تقصد يعني ان هي زي اختك يعني، انت مش ممكن تتخانق مع اختك طول الوقت، بتتخانق معاها وتقول لك يا منيل وبتاع، مش دول بيحصل؟ بصراحه بيحصل. خلاص بقى يا اسطى عديها، هات شايل اللص عشان يعديها يا ابني. انا يا استاذ. خش يلا يا رن، خش يلا يا رن. وبالنسبه للهباب والعدم الاسود والحاجات والدخان الوحشه اللي بتطلعوها اللي دبحتونا وقرفتونا بيها، ايه يعني هصرف لكل راكب انبوبه اكسجين؟ وايه المشكله؟ ايه المشكله ان انت تجيب انبوبه اكسجين تلف على كل الركاب ورا بعضيهم؟ ايه هنصرف عليكم بقى؟ ايه ده؟ انت ما تحترم نفسك يعني؟ انت مش عارف انت بتكلم مين ولا ايه؟ انا هكون بكلم مين؟ تاكسي العاصمه بالاصفر اللي لابسه لي ده؟ اوعى يا تاكسي، اوعى يا رانيا يا رانيا يا رانيا. حضرتك ليه بس اعصابك يعني سايره طول الوقت يعني؟ اهدى ما يجراش حاجه يعني، زي اختك برضه. زي اختك احترم نفسك انت يا حيوان. يا انت انا حمرمطك حيوان. لا 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 حيوان. لا انت كده بقى عندك حق يا عم، انت تطلع دلوقتي على الاسم وانا يا عم هشهد معاك على قله ادابها هي وجوزها. بس يا حيوان. اسم ايه ده؟ انا حق اخده بدراعي. لا يخرب بيت دراعك، ده راح اكسر لك دراعك من غضاريف وحط حد بالبتاع. بقولك ايه عادل، طلع الواد ده بره، هات واحد تاني، هات واحد تاني يا عادل. واحد تاني؟ واحد تاني ايه واحنا كوبايات؟ انا عارف. انا لو منك ما اسكتش. يا عم يا عم حماده، انت معايا ولا معانا؟ لحظه واحده، طريقك فين يا قصه؟ هرم. تنزلنا اول الكوبري. ماشي. يلا بينا.
ايه ده؟ طب وايه؟ هتسيب العده وتسيب الكاميرا؟ لا بقول لك ايه، الكاميرا دي رجعوها لاصحابها وخد الرهن، وانا هرجع لشغلتي القديمه تاني. ايوه واحد فيصل، واحد فيصل. عاتب 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 عاتب. يبقى انا اللي هصور يا دولا. يبقى عاجبك كده؟ عاجبك كده؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. مستقبلي الاذاعه اتضرب. لا 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 لا، على فكره بقى انا حاسه انها مكيده من احدى المذيعات المنافسات المنافسينات. بص يا رنا يا حبيبتي، احنا لازم نعترف بخطأنا. الجماعه بتوع المحطه دول مش عايزين شريط يعرفوا من خلاله انت تنفعي تبقي مذيعه ولا لا. خلاص المساله دي سهله جدا وفي ايدي. انا هخليهم يتفرجوا على شريط ما حصلش وانت مذيعه ما حصلتيش. اوكي اوكي. طب بقول لك ايه، هو مطلوب ستايل معين ليا كمذيعه؟ حبيبتي انا هخليكي تعملي كل الستايلات وهم ينقوا. اتفقنا؟ اوكي. فتحي ميك اب مظبوط شعري؟ اوكي اوكي. طب خلاص خلاص اوكي. يلا وان. اعزائي المشاهدين، من احد طوابير العيش ابو خمسه ساغ الطويله جدا، توقفنا لنسال الواقفون في الطابور المنتظرون في الشغف. تعالوا معايا بالكاميرا. حضرتك بقالك قد ايه واقفه في طابور العيش؟ بقالي 3 ايام وسايبه البيت يضرب يقلب. طب ليه حضرتك ما بتحاوليش تشتري عيش من ابو نص جنيه، وده يخليكي تهتمي ببيتك اكتر بدل ما انت متدهوله ومتحببه كده؟ احنا بناكل 20 رغيف في اليوم، في نص جنيه يبقى 10 جنيه، في 30 يبقى 300، وجوزي بياخد 300 جنيه في الشهر، هناكل خضار ولحمه منين؟ هنا تظهر المشكلة الحقيقية. المشكلة مش في العيش، المشكلة في اللحمة والخضار. أنا اقتراحي عليكم إن إحنا نعمل طابور للحمة والخضار. معنا نموذج آخر حضرتك؟ آه ولاليولا لا نو جامي. أنا مش معقول أبداً أكل الرغيف العيش ده بلديون خالص. أنا بشتري العيش ده علشان أنا أأكله للفراخ اللي بربيها في المنوخ. معقولة؟ معقولة حضرتك بتشتري العيش عشان تاكلوا الفراخ والشعب ما ياكلش عيش؟ هو بيان سور. اولا انا لما اشتري العيش ده واكله الفراخ بتاعتي حتى يكبر وتربرب، وبعدين انزلها في السوق والناس كلها تاكل الفراخ ومعيش. وجهه نظر اعزائي المشاهدين، احب ان شاء الله اتبناها في حلقه لوحدها. تعالوا نشوف النموذج الثالث حضرتك. بصراحه انا واخده طابور العيش ده حجه، كل ما حد يسال عليا في البيت اقول لهم ان انا واقفه في الطابور. بس انت حبيبتي فعلا واقفه في طابور العيش. اصل بابا جه النهارده ورايا بيراقبني. وده نموذج اخر بنطرحه للشباب الطموح جدا. معانا نموذج رابع حضرتك. لا مؤاخذه يا بنتي ما تاخذنيش، اصل انا مليانه امراض كتير وبتعالج في الاسبيتاليا الامير اللي على الناصيه ديت. بصي بصي الدواء، شوفي الدواء ادويه قد ايه اللي معايا شايفه. وقالوا لي لو عايزه سرير تباتي عليه هات لنا كل يوم 10 رغيفة من الفرن. بصي الادويه، بصي الادويه يا اختي. ما تاخذنيش يعني. ومضطرين ننظف طبعا. وده اندماج ما بين وزاره الصحه ووزاره الاسكان. هنشوف نموذج رابع معانا او خامس. انت فين؟ وانت يا بنوته يا اموره يا حلوه اللي موقفك في طابور العيش؟ مش انت اللي قلتي لي اقف هنا يا ماما؟ ايه يا ياسمين؟ في ايه يا ياسمين؟ استاذ رفعت هنشيل ده في المونتاج. اوكي اوكي 1 1. والتقينا دلوقتي هنروح للفرنين المسؤولين عن العيش ابو سام. الحلوة دي يا بتعجن في الفجرية وديك بيدا كوكوكوكو أسطعتية. سوري. والتقينا دلوقتي مع العمال النشطين جدا. حضرتك نتعرف بحضرتك؟ أنا الأسطعتية. وحضرتك انت؟ وانا اديك كوكوكو. عايزين نعرف منكم يا جماعه ليه العيش قليل؟ ليه العيش ما بيكفيش الشعب؟ بصي هو حضرتك يعني كل فرن عندنا ليه حصه، يعني احنا النهارده خدنا الحصه بتاعتنا. ايه ده؟ انا ما خدتش الحصه، انا ما خدتش الحصه. انت جاي الساعه كام الحصه يا لا؟ 7 الصبح. ياد ما قلتليش ليه؟ هقول لك بعدين. بقول لك انت اهو، انا مش عايزه ملاوعه، انتوا هنا علشان هتقولوا لي انا عايزه النهارده في البرنامج بتاعي احل مشكله من مشاكل
الشعب كله. ايه ده الست دي؟ ده هتخلينا كده هو يعني نقول كل حاجه ولا ايه؟ يعني من غير ما نقصد يعني ايه الست الجامده دي؟ ايه ده ايه المذيعه الجامده جدا دي؟ ما تقفرش جامده جدا. عايز اقول لك ان البرنامج بتاعي ما بيرحمش. حضرتك يعني انا هقول لك بمنتهى الصراحه، يعني هي الحكومه ما قصرتش، الحكومه ادتنا دقيق يغطي المنطقه اللي احنا دي فيها كلها يعني، وبعدين يعني احنا بناخد صراحه نص الدقيق ده، وبعدين احنا بنبيع نص الدقيق ده يعني، وبعدين حضرتك ده الرغيف ابو 5 ساغ، ده الرغيف اللي هو ابو 5 جنيه، بص حضرتك ده قد ايه وبص حضرتك ده قد ايه، فاحنا بنبيع نص الدقيق في الخباسه من ورا الحكومه، فبس يعني لا الصراحه بقى تتقال احنا بنبيع 3 ارباع الدقيق في الخباسه يعني، والربع بس اللي بنوزعه وبنعمل بيه العيش ده اهو. يلا لازم تقول كل حاجه بصراحه. يلا طب يا جماعه من غير خناق تفتكروا ايه الحل معانا؟ يعني احنا بنطلب من الحكومه يعني ان شاء الله وربنا يكرم باذن الله، يعني ان الحكومه ما دام عارفه ان احنا كده بنسرقها يعني، فهي الحكومه تزود الدقيق عشان احنا نسرق براحتنا والشعب ياكل برضك يعني. أعزائي المشاهدين بكده نكون حلينا مشكلة رغيف العيش في الحلقة دي، أشوفكم في الحلقة الجاية. والحلوة دي قامت تعجن في الفجرية. باين لي دي اوكي. لا بص يا فتحي، خش زوم اوت عليها، زوم اوت، خش عليها يا فتحي بقى. طب اوكي خلاص يلا. 1 1 1. مناحة شوارع القاهرة العامرة بسكانها السائرين طول النهار رايحين جايين خانقنا كده، التقينا بأحد المواطنات حبينا نروش عليها. تعالوا معايا. حضرتك مزموزيل، انت ايه اللي ماشيكي يعني دلوقتي في وقت متأخر زي ده؟ انا مدام مش مزموزيل. طب يا مدام يعني انت ايه اللي ماشيكي في الشارع؟ انا موظفه في هيئه النقل والمواصلات حضرتك، وكنت بدور على مواصله اركب عشان اروح وظيفتي، مفيش اي مواصله بتخدم على المكان دوت اللي احنا فيه. احنا بنشهد المسؤولين في كل حته في مصر ان هم يخدموا على المواصلات على المكان اللي احنا فيه دوت. خلاص يا امي خلاص، هنقابل حد تاني في الشارع. مين معاك حضرتك؟ نعم. ايه اللي ماشيكي دلوقتي في الشوارع؟ رحت اشتري طلبات لجوزي وعايزه اروح، مش عارفه لا في تاكسي ولا اوتوبيس ولا حاجه. اوف ايه ده؟ اف زهقوني. تعالي يا ماما، انت ايه اللي ماشيكي في الشارع لحد دلوقتي؟ انا كنت مزوره من الجامعه مع تامر صاحبي، وبعد كده اتخانقت معاه، قام الواطي منزلني من العربيه وقال لي روحي لوحدك. شايفين الناس؟ مش ممكن. حبيبتي انت ايه اللي ماشيكي دلوقتي؟ انا مش معقول، انا واقفه تحت الشجره بقالي ساعه والشمس حامياتس خالص ومستنيه الميكروباص، ما جاش لحد دلوقتي. طيب يا موز يا امو، تعالي يا شاطره، تعالي يا حبيبتي، تعالي قولي لي يا شاطره يا اموره، انت ايه اللي ماشيكي في الشارع لحد دلوقتي؟ مش انت يا ماما اللي قلتي لي روحي جاي روحي كده يعني؟ يا ياسمين حرام عليكي، كل مره بقى تبوظي لنا الموضوع. يو اوعي. معلش يا استاذ رفعت، انا اسفه، هنشيل ده في المونتاج. طب هنكمل. خش عليا. اعزائي المشاهدين، احنا شفنا دلوقتي ان المشكله الرئيسيه للشعب هي المواصلات. يا ترى ايه الحل؟ التوك توك. التوك توك حلوه قوي المواصله دي. اخيرا هلاقي حاجه توصلني هيئه النقل واروح الوظيفه في معادي. يا ترى التوك توك ده بياخد فيزا كارد عشان انا ما عنديش فيليسيون؟ ماما انا عايزه اركب التوك توك. حسبي يا ماما، حضرتك يعني كقائد مركبه توك توكيه يعني شعورك ايه يعني؟ عدم المؤاخذه يعني، ما احنا المركبه الكركوتكيه اللي حضرتك بتقول عليها دي يعني انا مش عاملها مثلا عشان يعني غاوي يعني، لا، ولا عشان انا مثلا مش لاقي شغل ولا حاجه، لا انا عامل ده خدمه للشعب اللي مش لاقي مواصله توصله، والحمد لله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. توك 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 توك. معلش يعني حضرتك يعني بتمشوا من غير رخصه ومن غير نمره، وده يعتبر مخالفه من الاخر يعني. رخصتي يا حضرتك اذا كنت انا مخالف ذات نفسي يعني، وبعدين ما هي عدم المؤاخذه يعني الحكومه سابتنا نخالف وسابتنا نمشي، وبعدين هل الحكومه يعني عدم المؤاخذه وفرت مواصلات والناس سابوا المواصلات وجم يركبوا التوك توك 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 توك؟
كده يا جماعة هنبقى حطينا ايدينا على لب القضية، تفتكروا بقى ايه الحل؟ خايفة عادي؟ لا بجد خايفة 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 يعني. يا حبيبتي ما تخافيش، انا مؤمن بموهبتنا وحنا الحمد لله بعتنا الشريط للمحطة بتاع التاتا دي في، اكيد يعني هيعجبهم لان مبذول فيه مجهود جامد جدا، ما تقلقيش خالص. عادل عادل رانيا جالكوا جواب من تاتا تي في. وطبعا انا فتحته وقريته كالعاده. طبعا جماعه مبروك عليكم، خدوا قروا الجواب واستمخوا واستمتعوا والليله ليلتكم، ويا رب دايما انا جلابه الخير. شكرا يا سناء. شكرا خليك يا سناء. ايه الهبل ده؟ ايه عادل لازمته الكلام ده؟ ما تقرا يا حبيبي. حبيبتي ده اللي مكتوب في الجواب. طب كمل. ايه العبط ده؟ ايه عادل بقى الالفاظ بتاعتي دي؟ عادل لو سمحت حافظ على مشاعري. هو انا اللي بقول حاجه من عندي؟ ده اللي كاتبينه. ايه الهبل ده؟ ايه العبط ده؟ ايه الرخامه والرزاله اللي انتوا فيها دي؟ انت ما تنفعيش تبقي مذيعه، انت اراجوز في سيرك، لو هوبت في شارع ماسبيرو اللي فيه التلفزيون هنديكي بالجزمه. بس لا لا لا، لعلمك بقى ده جواب تهديد من منى الشاذلي. طبعا خايف اخد مكانها. مكانها ايه بس؟ مكانها ايه يا رانيا؟ وانت اصلا تعرفي مكانها فين؟ والحل دلوقتي يعني الحل؟ ما تقلقيش انا مؤمن بموهبتك، انا اللي اخرجت البرنامج وشايف ان البرنامج ده هيكسر الدنيا، حتى لو تاتا تي في مش عايزين البرنامج هنروح لمحطه منافسه، في محطه فسح تي في ممكن نديهم البرنامج، اكيد هيعرضوه، وما دام اسمها فسح يبقى اكيد عندهم اماكن للبرامج دي. خلاص ماشي. ياسمين قومي افتحي الباب. لا يا بنت قومي افتحي. هو انا كل مره انا اللي افتح؟ ما تخلي بابا وماما يخلفوا عيل تاني نبدل مع بعض الفتح الباب بقى. هنبقى نكلمهم في الموضوع دوت يتبنوا لك عيل ولا اتنين، وبرضو انت اللي هتقومي تفتحي الباب. يلا قومي افتحيه. قومي. معلش عمتك مجنونه. صباح الخير. صباح الخير. منزل الاستاذه هنا يا السيد اللوحي؟ ايوه. معايا جواب من امريكا. ده لماما. أمريكا؟ عاوزين حلاوة الهجية. معاكي فلوس؟ خد اتفضل. شكرين. معاكي فلوس؟ يبع جنيه؟ ليه؟ وانا جايب لكم الجواب من اول فيصل. انت ليه محسسني اني رحت امريكا ماشي ورجعت بالتوك توك؟ ما تحمد ربنا على يبع جنيه وش وده. الحمد لله. كنت في انتظاره على احرم الجمر. دول اكيدي 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 من كل القرايب بتوعنا اللي موجودين في كل انحاءات امريكا. اللي اتشتتوا بعد حرب امبابه. الحلم الامريكي سوف يتحقق. حلم امريكي؟ خير الله ما اجعله خير يا رانيا. هاتي ابعته لام سيد، ما هي فسرت لي الحلم اللي شفت فيه عادل ابني وهو في حفره، كان بعديها باسبوع كان متجوزه. ايه البلديون اللي بتقوليه ده؟ سيبك منهم، دول مجانين. كملي يا حبيبتي طمنيني. هلو جود مورنينج مسز رانيا، وي ار ذا انترناشونال. يا مامي مامي مامي، عارفه مضمون الجواب ده ايه؟ مضمونه ايه بقى يا ست رانيا؟ افتي افتي يا اختي. دي هيئه المجتمعات القمريه اخيرا وافقوا على انضمامي والتحاقي ليهم. مش دي اللي مكانها في نيوجيرسي؟ ايوه يا مامي، من عصر كنت بعت لهم جواب طلبت منهم ان انا انضم ليهم في توزيع الاراضي القمريه وبيعها. يا نهار ابيض، هيخصخصوا القمر؟ هو فكر الخصخصه وصل لغايه القمر؟ هما لما يبيعوا القمر بقى الدنيا هتبقى ضلمه؟ ياي ياي، مش معقول، انتوا جهلانين، مش طبيعي جهل. لما سيبك منهم دول متغازين. يا مامي انا كده اصبحت مندوبه الشركه في مصر والوطن العربي. راني انت رايحه تبيعي القمر؟ طب احتياطي، خدي معاكي معجون حلاقه ومشط وفليات وسبح. واللي مش هيشتري القمر يشتري الحاجات دي، ونسبتك برضو ماشيه. عمركم ما هتفهموا، عمركم ما هتتطوروا، هتفضلوا باصين تحت رجليكم كده على كوكب الارض الحقير. ولعلمكوا نهايتكوا سودا وطين، يا اما هتبقى تحت نفق مظلم، يا اما فوق كوبري مشهم متصدع، يا اما في مترو الانفاق والنور مقطوع عليكم وهو بالمره نخلص منكم. ولعلمكوا بقى الارض بتنهار، الصخور بتتفتت، الجدار بتتنسف، المياه في الاجواف بتقل، السطوح هتقع فوق دماغكم ونخلص منكم. يا لهوي، هي القيامه هتقوم؟ حبيبتي انت كده خضتيني خالص، يعني انا عايزه اعرف ديكور الاهتمامات بتاعتك في البيئات.
لا يا مامي، الفكرة كلها ان انا لو عرفت اسوق 10 قطع قمرية هيبقى ليا قطعتين متميزتين كبونص في اي مكان انا عايزاه. واو، اوكي اوكي حبيبتي بقى، لو انت يعني شايفة ان ذاتك وطموحاتك هتكتر اكتر في القمر، انا ما عنديش مانع تطلعي القمر. يا رانيا ازيك؟ ايه قاعدة بتعملي ايه؟ لا ما انا ما قلتلكش، مش انا اتعينت في هيئة المجتمعات القمرية الامريكية لتقسيم اراضي القمر؟ اتعينتي يعني اتوظفتي من غير ما تاخدي رأيي؟ ازاي الكلام ده؟ والبيت يا هانم؟ يعني ما ده مش هيأثر على شغل البيت. ازاي يعني هتروحي امريكا الصبح وبعدين ترجعي على الساعة 2 الظهر تعملي الاكل؟ طب وياسمين؟ مين هيذاكر لياسمين؟ لا يا حبيبي، ما هو انا كل شغلي هيبقى هنا من جوه البيت من اوضة نومي، اصل انا كل اللي مطلوب مني ان انا ابيع 10 قطع اراضي على القمر لسكاننا هنا هو في مصر هنا، وهيبقى ليا ايه قطعتين ارض بونص. يعني ايه ده؟ هيبنوا فوق القمر؟ هو القمر دخل كردون مباني؟ لا، هو انت ما تعرفش ولا ايه؟ انت نايم يا استاذ. ماركو فانيلي مندوب. اهلا وسهلا، اسم حضرتك فانيلي؟ ده اسم العيلة فاميلي. اكيد طبعا، الوالد بقى كان بيشتغل في الملابس الداخلية اول من اخترع الكلسون. ما اكيد طبعا عشان البرد في الشتاء يعني، والحاجة ام الاختراع. انا بقول حياتك يعني نبطل كلام في الامور الداخلية ونتكلم في المهم. عندك حق حضرتك، انا كان عندي شوية اسئلة ياريت يعني تجاوبني عليهم. أنا بصفة المسؤول الأول عن شركة يما القمر على الباب، فمفوض إني أجاوب عن جميع الأسئلة اللي يقولوها الجماهير. حضرتك يعني السؤال الأولاني عبارة عن الأبراج اللي أنتوا حضرتك يعني هتعملوها إن شاء الله في القمر دي، هتبقى بإذن الله بعد قد إيه تسليم مفتاح مثلا؟ انت تقصد حضرتك ايه بالظبط؟ اقصد ايه يعني حضرتك الزبائن اللي احنا هنقنعهم يعني هنقول لهم هيستلموا شقاهم على المفتاح امتى يعني؟ في هذا القرن ان شاء الله. في القرن ده، في القرن ده الساعه كام بالظبط؟ جرأ ايه يا عادل، الساعه محدد انت قوي، اساله يوم ايه يوم ايه حضرتك؟ احنا هنبدا نعمل اعمال المحاره ان شاء الله قريب. قريب يعني حضرتك الناس اللي هيستلموا محارة وحلوق وهم يشطبوا؟ بالظبط كده. طب انا كان عندي سؤال حضرتك، هل هيبقى في خط قمر ارض بحيث ان احنا يعني هنبقى قاعدين على القمر واهالينا هيبقوا قاعدين على الارض، فهنبقى محتاجين كل خميس وجمعه كده ننزل على الارض وبكده كل السبت بقى الصبح نرجع تاني على القمر، يعني هيبقى في ترانسبورتيشن؟ احنا هنعمل شبكه مواصلات صاروخيه من الارض للقمر هتشتغل 77 ساعه ضوئيه. هل في مواصلات على القمر نفسه؟ يعني مثلا ميكروباص القمر، سي تي اي القمر، مترو الانفاق، توك توك القمر؟ بس يا ريت لو هيبقى في توك توك القمر بلاش العيال الصغيره هم اللي يسوقوا التوك توك حضرتك، يعني لسبب بسيط جدا، لسه عيل صغير كان سايق توك توك خبط الكلب البلدي بتاع الواد فتله والواد متدمر على اللي هو المحور بتاع المنيب ده حضرتك. وبعدين لو مادام هنطلع توك توك على القمر نرخص من بدري بقى. لا هنرخص ان شاء الله. بص ادي الخريطة موجودة اهي، بص بقى سيدي، وهيبقى ليكم في الخريطة دي خريطة تمام، بص ليكم حتتين ارض مجانا وهنبنيهم لكم على حسابنا، بس انتوا شطروا وسوقوا الارض للجماهير. ناخد العناصية دي. ناخد اللي عالناصية دي حلو. لا بس بلاش العناصية، ممكن نوع من على القمر. يا جماعة بغض النظر عن رأيكم أو رأي في رانيا، إلا إنها يعني رضينا أو مرضناش، هي تعينت خلاص وبقت مديرة مبيعات أراضي القمر. كانت عقلك شفطتك خلاص؟ بس فعلا انا ما كنتش هصدق ابدا لولا شفت بعينيا وهما بيحطوا فلوس في حجركم وبيقولوا لكم يلا يلا ابداوا المشروع. والفلوس دي هتفضل معايا لان انا المسؤوله عن الحمله الاعلانيه للمشروع. ولعلمكم اللي عايز يشتغل معايا يحترم نفسه ويمشي ورا كلامي ويسمع الكلام طول الوقت. وانت بقى هتحاسبينا باليوم ولا بالشهر؟ يمكن بالسنه الضوئيه يا ماما. يا دولا، يعني انا افهم من الكلام دون يعني ان احنا هنروح نقفل البازار بتاعنا ونفتح بازار تاني في القمر بعد الضهر؟ انت بتفكر ليه؟ انت عمرك شفت قمر بالنهار؟ القمر بيطلع بالليل بس يلا. صح يا دولا، يعني احنا كده هنقفل البازار ده ونص يوم بس.
انا عندي مقترحات ان احنا نصفي كل الممتلكاتات بتاعتنا هنا على الارض وناخد الفلوس دي ونفتح بيها في البنك المركزي القمري عشان انا سمعت ان هو بيدي 200% انترست. يعني انترست ده هنا دول خبي خبي انترستد يعني متشوق. وانا امبارح عملت سيرش على اسم الشركه ودخلت على موقعه واتاكدت ان هم رموا الاساسات فعلا. يا جماعه دلوقتي احنا بصدد بيع اراضي قمريه، يعني احنا لازم ننجح دلوقتي في بيع 10 اراضي عشان ناخد البونص بتاعنا قطعتين. بالظبط يا جماعه، وعشان الهدف ده عايزين نقسم بقى الشغل. كل واحد هيعمل ايه؟ بالنسبه لك انت يا نجلاء عندك الجامعه لازم تنشري المشروع في الجامعه، يعني بدل ما انت طول الوقت يعني سايبه المحاضرات وقاعده بتلعبي او بتخطفي انتيم دي من دي ولا انتيم دي من دي، اعملي بلقمتك بقى يا ماما. طب ايه العروض اللي هجذب بيها الشباب؟ اسكان متوسط الوحده 60 متر على اقساط 20 سنه قمريه؟ اه طبعا، ده اول حاجه هتجذب الشباب ان هم هيقسطوا على 20 سنه، بعد كده الشاب ممكن يسقع الارض، طبعا تسقيع الارض في القمر ده بيبقى بارقام ثانيه خالص، او ممكن يفتح شقتين على بعض. وانت يا مامي وانت يا انتي، انتوا كسيدات بقى بعلاقاتكم بسيدات المجتمع الراقي وغير الراقي طبعا. يعني قصدها تقول المجتمع الراقي الواطي عشان يفهموا. بغض النظر يا عادل، كل الطرق تؤدي لميدان الجيزه، خليني اعرف اركز. انتوا هتنشروا الفكره عن طريق الاسره، عن طريق ايه بقى؟ النميمه، قعده المساطر، قعده الفسحه، البلكونات. البلكونات دي بالذات ممكن تنشر الفكره من خلال الاشاره، يعني انت يا ماما تبقي واقفه في البلكونه طول الوقت وتقعدي تشاوري على القمر كده. لا 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 انا مش فاهمه حاجه. ايوه يعني تقعدي طول الوقت في كلامك تجيبي سيره القمر، تجيبي سيره القمر. لا 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 ما بحبش اجيب سيره حد بالعيبه ابدا. لا 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 ايه يا ماما، ايه اللي يعيب القمر يا ماما؟ ده قمر قمر، يعني اقصد ايه في كلامك طول الوقت تجيبي سيره القمر، يعني مثلا ممكن تشغلي الاغنيه بتاعت ياما القمر على الباب مثلا. او اقول لحضرتك على حاجه، اشغلي لهم اغنيه قمرين بتاعت عمرو دياب. لا لا يا رانيا انا معترض على حكايه قمرين. قمر على الباب ماشي اوكي، لكن قمرين ده بقى مختلف لان الناس هيتلخبطوا القمر ده ولا القمر ده، زي ايه؟ عامله زي بين السورين، زي بين القصرين، زي بين البنين. لا خلينا محددين وواضحين لو سمحت. ايوه دوله، بس انتوا يعني سهوا عليكم حاجه مهمه جدا، يعني لان انا شايف باحساسي. شايف بايه؟ باحساسي ان القمر ده صغير خالص، يعني قد الطبق كده اهو، ازاي بقى هيلمنا كلنا؟ ما هو لان انت بتبص له بعين ارضيه، لكن انت لو طلعت قعدت على القمر نفسه هتبص له بعين قمريه. بص انت مالكش دعوه باي حاجه احنا بنتكلم فيها، انت معاك المطبوعات دي هتاخدها توزعها على القهاوي وعلى الكافيهات، وخد معاك الواد حته والواد فتله. ها ماشي يا دول. وانت يا سناء، انت بقى كتربويه يا حبيبتي هتنشري الفكره عن طريق بقى المناهج، ملازم الدراسه، هتلم العيال كده في الفسحه هتقول لهم القمر وعلاقه الانسان بالقمر، وهم هيروحوا يقولوا لاهاليهم لما يبقوا يدخلوا في المنهج اللي انا بدرسه علم الفلك ابقى ارغي فيه، ولا عايزين ارغي بغير لازمه؟ بص يا سناء مش لازم كل حاجه تعترض عليها، نفذي اللي احنا بنقوله خلاص. عموما يا جماعه كل واحده فيكوا عرفت مهمتها. انا ما اعرفش مهمتي يا بابا. انت بقى يا حبيبتي هتفتني كل اللي انت سمعتيه عن القمر لاصحابك في المدرسه. اوكي خلاص فاكس فاكس. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم في داركم يعني ان شاء الله. وكلمه الان للسيده الفاضله رئيسه جمعيه اسكان متوسطي الدخل واسكان الشباب الموجوده في القمر، السيده الفاضله رانيا اللوحي. عملائي الاعزاء، او بمعنى اصح جيراني الاعزاء، نحن في زمن لو حضراتكم تلاحظوا وشوفوا هي استخدمت جمله بتقول ايه، بتقول جيراني. جيراني ليه؟ لان احنا مش بننصب عليكم، احنا زينا زيكم، هنبقى ساكنين جنبيكم فوق في القمر، فبنحييها على كلمه جيراني والسلام عليكم. يا جماعه انا ما حبيتش استولى على ارض القمر لوحدي، لا لا، هذا الشعب وأبناء هذا الشعب يستحقون ما هو أفضل. لو سمحت حضرتك، احنا مخطوبين بقالنا كتير قوي، وبعدين احنا دورناها على الكافيهات، انا دافع مقدمة كبيرة قوي في شقة في الشروق، فهل ينفع اسحبها واخد في القمر؟
بص يا حضرتك، انت ايه اللي يوديك الشروق؟ المسافه بعيده جدا، احنا بنقرب لكم المسافه، هنطلعكم القمر بص قريب ازاي. وبعدين انت الشقه اللي انت واخدها في الشروق دي كام متر؟ 30 متر صافي. يا سلام، وفرحان قوي. 30 متر 30 متر ده يعني انت لو مقضيها في كافيهات اي ترابيزه اكبر من الشقه اللي انت واخدها يعني. رفقا بالشباب يا عادل. وانت حبيبي. ايه ده ايه ده ايه يا حبيبي دي؟ يا حبيبي دي؟ ها؟ هو يعني احنا بنقول نكسبهم لكن مش توصل لحبيبي فاضل تحضنيه. يا عادل، ده نوع من انواع الدعاية، حرام عليك يا عادل. ده نوع من انواع الخيانة. خلاص اوكيش. خش في الموضوع. يا جماعة، عزيزي العميل، عزيزتي العميلة، لما هتاخد على القمر اهو هتضرب عصفورين بحجر. اولا مسكن مناسب، ثانيا قعدة رومانسية، يعني بدل ما تاخد البت بتاعتك وتقعدوا في اي كافيه ولا تقعدوا تتزنقوا في اي جنينه وحد يضايقكم، فانتوا قاعدين على القمر. بقول ايه يا ولد؟ ايوه يا عمده، انا عارف طلبك كويس، اكيد بتدور على مكان تعمل فيه دوار وزريبه وتجيب معاك البهايم. مظبوط، وجنب الدوار عاوز فدانين جمر عشان ازرعهم موالح. لا، الزراعه هناك على فكره في القمر هتبقى سهله جدا، لان الارض خصبه بشكل بايخ يعني. غير كده بقى، الري العادي اللي احنا عارفينه كلنا اللي هو الري بالتنقيط، هناك الري بالتسقيط، لان القمر زي ما احنا عارفين كلنا فوق جنب السحاب، مش كده؟ بيبقى جنب السحاب، بتاخد من السحاب بترش الارض بيبقى خلاص يعني. انا عايز ابني فوق مول شيك قوي ومعاه سلسله سوبر ماركت كده، هسميها امرور، ايه رايك؟ مش فوق الكثافه السكانيه جامده وفي بيع وشراء؟ يا جماعة يا جماعة، قوانين القمر بتمنع دخول أي مأكولات أو مشروبات. زي السيما بالظبط يا أخوانا. إحنا يا جماعة مش طالعين نوسخ القمر. وغير كده كمان، أي حد ممنوع يطلع القمر معاه أكل، يعني مثلا واحدة طالعة بحلة محشي، واحد طالع بسندوتشات، النظام بتاع جنينة الفسطاط ده مش موجود عندنا في القمر خالص، يعني أنت بالذات يا عمدة لو في دماغك إنك أنت تهرب مثلا زلعة مش، تهرب بلاص بتاع عسل أسود، مفيش الكلام ده، هيتقبض عليك هيتقبض عليك، محدش يطلع أي أكل، أي أكل عايزين تجيبوه هتجيبوه فوق من السوبر ماركتات اللي هتبقى موجودة زي ما قال الأستاذ، السلسلة بتاعه السوبر ماركتات اللي هتبقى موجوده. يعني انت ضامن الناس فوق هيشتري كل الحاجه من عندنا؟ اذا كان كده يا سيدي، ده نعمل معاك عقد احتكار من دلوقتي. لو سمحت ممكن ادفع مقدمه وبعدين الباقي نقسطه؟ يا سلام، ده يوم المولى تقسطي زي ما انت عايزه. اولا في اكتر من نظام تقسيط، وده طبعا بضمان ممتلكاتكم اللي في الشروق ال 30 متر. لو سمحت حضرتك، هو الاستلام امتى؟ بعد سنه ونص. بس انا يا جماعه بنبه من دلوقتي، الاستلام محاره وحلوه. على فكره احنا ممكن نشطب لكم لو عايزين نشطب لكم، بس ده في نظام تاني برضو بالتقسيط، التقسيط للتشطيب. يا نهار اسود، هو انا لسه هستنى سنه ونص؟ بقول لك يا حلو، عندي شقه في اكتوبر جاهزه على المفتاح على طول، بس انت قلب الزبون اللي معاكي ده وتعالي. يا راس مالي يا متعفن. لا 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 لا، لو سمحتوا لو سمحتوا، انا مش عايز اي كلام في السياسه، عشان كده حتى فوق ان شاء الله مش هيبقى فيه اقسام شرطه ولا ايه؟ يعني في وظايف، صالوبه المحامين، صالوبه ضباط الشرطه، لاننا هنكون بنعيش في المدينه الفاضله مع بعض كلنا كاخوه واخوات. واخيرا مع بعضينا بننشد النشيد بتاع الشركه نفسها، اتدحرج واجري يا رمار، تعال على حجري، اتدحرج واجري. معقولة خلصتم مهمتكم بالسرعة دي؟ ده انتوا ايه؟ ده انتوا حاجة مش معقولة ابدا، ده انتوا حاجة عظيمة. ما هو ده شعارنا حضرتك، سرعة في الأداء دقة في التنفيذ. حضرتك الفلوس اهي كلها موجودة، وهتلاقي حضرتك فيهم شوية ارباع وانصاص كده، هو دول من شوية شباب يعني غلبانين عايزين يطلعوا القمر يكونوا نفسهم يعني. ده انتوا كده هتشجعوني ان انا اديكوا كوكب عطارد. عطارد حضرتك، دي مسؤولية ضخمة قوي علينا. استنى اتقلي ما تدلقيش. حضرتك يعني بجانب عطارد ينفع ناخد زحل وبلوتو؟ انا بحب بلوتو قوي صراحة يعني، وبعدين انا من زمان كنت بحلم ان انا اعمل مشروع سوبر ماركت كبير جدا يعني في السماء كلها. بقى انا هديك توكيل خردوات في المجرة. المجرة؟ طب حضرتك يعني معلش، هو طلب يعني مهم شوية، الشباب اللي دفعوا الفلوس دي كلها يعني عايزين يعني يعينوا الأرض اللي هيسكنوا عليها. أنا هعمل لكم رحلة صاروخية من الأرض للقمر، وهبلغكم بيه.
بص انا عايزك تبلغ كل الناس اللي حجزوا معانا على القمر ان الرحله بتاعت القمر هتطلع بكره ان شاء الله من موقف احمد حلمي. الصاروخ هيطلع الساعه 12 الظهر بالظبط عشان نوصل مثلا على 7 8 باذن الله. تروحوا في النور بقى تتفرجوا. يعني ايه؟ يعني انت عايز تتجوز وعايز شقه وكمان عايز تقعد جنب الشباك في الصاروخ؟ طب ما فيش شباك. اهو قاعد اهو. في ايه؟ يا نصابين يا حراميه، وهمتونا وخدت فلوسنا، لا لقينا صواريخ ولا بومب حتى. مش قلت لك يا ايمن دول نصابين؟ ما يا راجل تصدق ان في شقه في القمر؟ مش لو كنت سمعت كلامي كنا دفعنا الفلوس دي مقدم شقه في صحراء نفاده. اني هنطوخك يا ولد. ابتخري ايه بس في ايه؟ افهم انا لغايه دلوقتي مش فاهم. لا افهم بقى، احنا رحنا الموقف لقينا شويه ميكروباصات بلاش لازمه وناس قعدت تتريق وتشتم فينا، والجدع اللي اسمه مفيد فوزي كان هناك وكان عايز يصور معانا. لا الا مفيد، الا مفيد ده لو عارف هيشرشحنا. بعد اذنكم يعني حضرتك اللي مسؤول عن الموضوع ده واحد اسمه مستر فانيلا، حضرتك انا ممكن اكلمه؟ ممكن يعني يكون الصاروخ اتاخر عشان بيمول مثلا من اوتوستراد ولا حاجه. احنا مش هنسيبكم الا في السجن. ايوه مش هنسيبك الا في الجلسه. ايوه ايوه خش علينا. مش هنسيبكم الا في الجلسه. مين فيكوا عادل ورانيا؟ هم يا باشا احنا مظلومين يا باشا. سيادتك حضرتك يا صباح الخيال بقى، حضرتك عايز تعبي القمر في ازايز؟ لا طبعا يا فندم، دي حاجه ما تصدقش يعني حضرتك، انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده، حضرتك هي دي صاحبه الفكره. يا عادل بتبيعني؟ يا عادل انا مراتك. يا عادل مراتك. ابيعك طبعا ما دام ما عرفناش نبيع القمر، اي حاجه تجيب لنا اي حاجه في اي حته. طب وانت ازاي تسمعوا كلامه؟ يا باشا هنعمل ايه؟ مفيش حقوق في البلد دي سكن فيه. ولا انا مش لسه ماسكك من 5 سنين انت والبنت دي في الحديقه الدوليه؟ ربنا يكرمك يا باشا ان شاء الله، بس من 5 سنين دي عدت، خلينا في النهارده حضرتك يا باشا. سعادتك انا وهي يعني برغم ان انا مش شريكها بس احنا اتنصب علينا يا باشا، اللي نصب علينا واحد اسمه فانيلا، شوفوه بقى متعلق على انه حبل واقبضوا عليه. جاري البحث عنه، ادينا بندور، وحليني بقى. حاسب عليا كده شويه، حاسب بس. اهو اهو هو ده يا باشا، هو ده يا باشا حضرتك فانيلا اهو. فانيلا؟ فانيله ايه؟ والله وقعت في ايدي يا حمدي يا بنطلون. يخرب بيتك ومزور اسمك وماشي بالفانيلا وسايب البنطلون. هو انا كل شويه يا باشا نصبايه تحصل في البلد تمسكون انا؟ معلش يا سيدي استحمل، اصل في ندره اليمين دول في النصابين، وبعدين بقى احمد ربنا ان احنا بنجيب لك شغل. الشنطه دي اللي فيها الفلوس؟ دي كنت ناوي اهج بيها على بنها، الامين عكشني على اول الطريق الزراعه. تخيل حضرتك يا باشا مهرب فلوس لبنها. كنت ناوي اعيش في الحلال، اجيب نحلتين واعمل منحى العسل. اتفضل حضرتك، نحلتين يعمل بيهم منحى العسل؟ يعني ده انت لو جبت النحلتين قعدوا يلفوا طول اليوم عشان يعملوا عسل لمده سنه مش هيعملوا لك معلقه عسل. بدل ما تجيب معلقه عسل حضرتك جايب كم فلوس تعمل بيه ايه؟ بص النصب بص النصب. معلش يا عادل ما يمكن الراجل عايز يبدا من الصفر يا حبيبي. شفت شفت حضرتك شريكته في الجريمه بتدافع عنه ازاي؟ تاتي عادل يا هافا احلوات وكعورت كده ليه مات؟ انا مش عادل. امال انت مين يا قمر؟ يا جدي يا جدي دي مراتي يا جدي. جدو جدو هاف كده قطع هزق. اقول لك ايه يعني؟ اقول لك يا انكل جدو. شايف الواد وقلة ادبه يا نعام؟ شايف الواد وقلة ادبه؟ يا نهار اسوح يا نهار، يا انت انا السبب في وجودك يالا. معلش يا جدو، من حفر حفرة لاخيه وقع واترزع هو فيها. اسم الله عليك يا دول، انا فضلك دارك. بتزيط انت في الزيطه وبتنسى ان انا بديك بالجزمه واحنا لوحدينا. يا اخوانا مش معقول كده حد يجيب كوبايه ميه للراجل طالع السلالالم دي لوحده. سلالالم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مين العسل دي؟ الله. يا جدي يا جدي دي حماتي يا جدي. حماتك؟ بس يالا بس اسكت خالص ما تتكلمش، سيبنا انا قاعد كده في وسط بستان الورد اللي انا خدت منه ورده ده. هاي عليكو. ودي بقى الاموره الحلوه دي تبقى بنوتي برضه. يا نهار اسوح على صينيه البسبوسه اللي احنا وقعنا فيها، وايه اللي معاك ومع الواد الهوزق ده؟ هو في ايه؟ انا عملت لك حاجه؟ عملت لك حاجه؟ بقى تبقى عارف ان ستك سيدك اللي هو ابو امك اللي كان سبب انك انت امك جت
وجاي النهارده في القشاش، مش تقف في المحطه تستناني يا جعير. يا جدي قشاش ايه؟ القشاش ده بيطلع وهو وظروفه، اقعد انا بقى مستنيك في الشمس يعني لغايه ما دماغي تتقور؟ ما كنت تقول لي يا دوله وانا افتح لك الشمسيه يا عم. انا اللي هفتح لك دماغك دلوقتي، اسكت خالص. معلش يا بابي، عادل ده طيب قوي، ما هنش عليه انك تبعد عننا، فاصر انك تيجي تقعد معانا. شفت بقى يا جدا انا طيب ازاي؟ طيب ايه وصفت ايه؟ ما لازم اقعد هنا، ما هو ده بيت انا اللي شاريه بفلوسي. ده شاريه ايام ما كان الجنيه جنيه بقى. وهو الجنيه عمل عمليه بقى ربع جنيه ولا ايه؟ بقول لك ايه يا جدا، الكيسه الجميله دي جايب لي فيها هديه جميله؟ البت دي هبله، لا دي عده التشجيع بقى، يعني احنا هنا اهو في الكيسه دي كنا نطلع بقى الاعلام ما تكون في الماتش رون. طلعين بقى اقول وبعدين بقى ايه بالصفافية عشان نلبخ الحكم وبعدين وبعد كده بقى ايه نقوم بالطوب ده بقى ونقوم في دماغ الحكم ده لانكم بتتغلبوا طبعا. المفروض بقى يا كيتو انك تبقى عندك روح رياضيه. ده بيطلعوا روحنا روح رياضيه ايه؟ واحنا ده مفيش بقى، ده احنا حتى ما بنتعادلش حتى. ربنا سهل بقى جدي وتتعادلوا كده من حين لاخر. يعني ايه من حين لاخر يا دوله؟ يعني تغور من وشنا وتغور من هنا، كفايه علينا العضو الجديد في الفريق، ولما نشوف مين اللي هيقعد على دكه الاحتياطي. بقول لك ايه يا عادل، انا جامي 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 هسيب الاوضه بتاعتي لاي حد. ها وانا عادل هفا، وانا بقى الاوضه بتاعتي بقى بيبقى فيها ايه بقى؟ بيبقى فيها مثلا مروحه في السقف، فيها سرير وبتطل بقى على الخضره، على الخضره وعلى الميه. وما قلتش ليه والوجه الحسن يا جدو؟ ما هو ده كتير اهو، يعني كله حلو وكله حسن. خضره وميه ووجه حسن، افرش لك في الحمام يا جدي. شوف الواد الهوزو، الواد الهوزو. يا بابي انت هتقعد في اوضتي عشان انام في حضنك. ماما وبالمرة بقى يغطيكي ويحكي لك حدوتة قبل النوم. اه ويمسك رجلاتك ويعمل لك زغزغيشن تيكلينج تيكلينج. اوعى تعمل كده يا بابي اوعى. مفيش يا حباب تيكلينج تيكلينج، ده ناس هبلة. ماما ازاي انا وانتي وجدي او ياسمين يعني ازاي هننام كلنا في اوضة واحدة؟ حصرت الصيف واسعة. وبعدين لا 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 وانتوا هتسيبوا واكل ايه يعني؟ لا مفروض الستات بقى يقعدوا هما مرتاحين كده هو وركالة هما بقى اللي بيضحوا يعني، ولا البيت ما فيهوش رجالة. أنا ضحيت وبعت لك عنوان البيت. أنا عندي فكرة يا جدو. جدو 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 جدو، إيه رأيك يا جدو تروح تنام في أوضة الدولة؟ بيت اللي خلفوك هو عشان كل شوية تعزم على ناس ما نعرفهاش؟ تتبرى مني يا جعير، ده انا كنت في قصر، كنت في قصر وعايش معشعش ومخرم طول الوقت. وبعدين يعني انا عايز اوضه، بص انا هسرح ومطرح مبروك نزرع شجره. بس يا هبله انا بتتريق على جدك يا بنت؟ لا ده انت وقعت مع جد، ده انا اصيع جد طالع في الشرقيه الغربيه. انا اسفه انا اسفه جد، اسف حقك عليا. يا سلام القوي فيه اللقوه منه. جدو اشتمني اضربني، بص انا مبهور بيك يا جدو، انا مبهور بيك. الواد ده شكله طيب وحيوان على صغير كده يعني ايه على اهبل على بجدع يا جدع. طبعا وراحه الجسم تبدا من القدمين. خد رمزي يا جدي وهديك فوقيه شراب هديه. بابي هو انت ما جبتليش هديه معاك وانت جاي من السفر؟ هديه؟ هديه جبت لك هديه. هديه. انا كفايه عليا ان اشوفك يا بابي. انا كفايه عليا اشوفك يا بابي. اسمها بابي وبأمارت ان انت بتدوري على الهديه. طبعا جدي ده اصلا مليونير وهداياه فوق مستوى تصوراتنا. بص بقى المفاجأة بقى اهي، ادي جبتلك بقى خمس حقن دول انا كنت جبتهم بقى لما كنت بقى في المستشفى اللي هي الوطنية بتاعت ليبيا، وكان معايا بقى ممرضات، كنت انا بقى مع الممرضات بنقعد. يلا ميرسي يا بابي، بس لازم انت بقى ايه تغليهم في النار الاول عشان الميكروبات تطلع بينهم، عشان كان في بنت ممرضة عندها وانا كنت يلا فوق مستوى تصوراتنا واحلامنا. ايه حتى عايز حاجه تاني؟ انا يا جدي ما جبتليش هديه معاك انا كمان؟ هديه جبت لك ايه البت الهبله دي؟ ايه البت دي؟ اديها حقنة. انا مش عايزه حقنه يا جدي، انا عايزه هديه. بعدين عشان دماغي. يلا يا ساتر يا ساتر. ايه
ما البيك كله قاعد قدامك هنا يعني، وبعدين انت رايح على فين؟ انا هخش ومطرح ما هبرك بقى ايه، هو ده المكان اللي انا هنام فيه. يا ساتر. لا حلو حلو. طب اطلع لي هنا انا ساكنه. انزل يا قرد، انزل يا قرد، انزل يا قرد. ها جدي، اوضه ما عجبتكش طبعا. الاوضه دي بقى هتبقى قبلي مثلا ولا ايه؟ وحر جدا 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 لعلمك يا جدو، درجه الحراره في الظل بس 80 درجه فهرنهايتيه، ولعلمك انا جايبه الحكايه دي من الارصاد الجويه. ارصاد جويه؟ انا بابا بحب اللي هي الاوض القبلي دي، يعني هتحسس كده ان هي حلوه يعني. بس هنا عارف يعني يا جدي بتلاقيها قبلي ساعات، وساعات بتبقى بحري، وما بتبقى بحري بيبقى بحر بقى يعني هوا جامد جدا، وما بتبقى قبلي بتبقى قبل بقى يعني بتبقى حر جامد جدا. بس يعني عارف برضو البلاط اللي هو ساقع يعني، وبحس انا بتراوى رجليها ما بتسخن بشلت على طول انا بقى برجليها دي، فعشان كده انا حابب دي. وبعدين انا ليا فيها ذكريات. ايه كنت عايش فيها قبل ما تتبني مثلا؟ لا اصلها شبه الاوضه اللي انا كنت عايش فيها في زريبه عبده. يا جدي بس دي مش زريبه، دي قطه انا ومراتي. تبقى ايه؟ تبقى زريبه. حلو. انا ابراهيم انا، انت كويس انا. واحنا بقى ان شاء الله يا جدو كده كاصحاب البيت هنروح ننام فين؟ ننام في زريبه عبده طبعا. لا ما هو بقى نقل بعد ما مات الله يرحمه بقى. خد يا بنت انعام، خد تعالى. نعم يا بابي. خد يا بنت انعام، انا جايب لك مفاجاه حلوه قوي، جايب لك هديه. خد اهو شويه حقن اهو، كملي شويه الحقن اللي عندك عشان يبقى عندك الحجم الكبير وعندك الحجم الصغير، بتشديها كده اهو وبعدين بتحط فك اهو. شكرا يا بابي. شكرا على ايه؟ انت هتعمل لهم عقده يا ماما. جدي معلش يا جدي، الاوضه دي مش هتنفع لان دي اوضتنا. طيب يا بس يا بس يا الواد ده خريخ بقى قوي قوي. دولا ده رخم يا بابا. والاول انا مش مستوعبه ومش مستضافه. خد يا ده افتح بقك سكر قوالب يا ده. انا اتبسطت بيك، هات خد. ربنا يخليك يا بابا تيتو. خلاص يا ده اسكت. خلي بالك يا جد احسن رفوسك. بابا سيتو بقى بابا سيتو. بس يا عادل انت، انا هعرف اتعامل معاه لان الناس الكبار دول في السن ده بيبقوا عاملين زي الاطفال. سيبهولي. جد يا جد جودي يا جودة، تعالى ما اقولك. ايه عايزه ايه؟ بصي يا بيضه يا اختي قمر والمصحف قمر. بصي يا قلبي، احنا عندنا اوضه جميله حلوه وبرحه واحلى من دي بكتير، فيها لعب كتير وكور بس فظيعه. ايه طب ما تروحي يا اختي يا غدوره تقعدي فيها بدل فيها لعب، روحي. بص يا قطة، أنا عندي استعداد أحرم نفسي من الجنة والله عشان خاطرك أنت يا وطوط يا جميلة زملياتي والمصحف. هو أنت ما تعبتيش؟ وبعدين بقى جدي؟ وبعدين أنا أقعد في الأوضة دي، أنا أقعد في الأوضة دي لأن أنا صراحة الأوضة دي عجبتني، وأنا دماغي بقى بتبقى جذبة قديمة. يعني أنا بره وأنا كنت في المغرب وراكب الأتوبيس وعمال بقول للراجل قطع التذكرة، جيت رايح ده لوبا وبعدين ورحت نزلت الشمس، وبعدين ولا كنت رايح فين؟ شبرا رخيمة يا بابا ست. انزل يلا انزل يلا، العيال بيقعدوا الشعبات على الاتوبيس يعني، وده بقى اللي حصل، وانا هقعد في الاوضه دي. وبعدين يا جدي؟ يا ابني ما تحاولش وخاف على عمرك، لو ولع في الاوضه وانت نايم فيها زي ما عمل في زريبه عبده والحمير جريت وهي مولعه. ما تخافيش يا ماما، انا هعرف جدي ده ساب المغرب وجي لي ان شاء الله، حتى لو حكمت اسال في السفاره. ولا سيد رمزي يا بابا ست رمزي. اي زباله، روح يا هات لي الشرط بتاعتي من بره. حاضر حاضر حاضر. وانت اسمك يا حلوه؟ السلام عليكم. اوعى 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 من خلقتي. وايه اللي انت بتنضف صورتك؟ انت اصلا ما بتستحماش الصوره دي، ما تحطها ليش هنا تاني، الخزنه فاضيه من يوم ما انت حطيتها لي فوقيها. ماشي يا دول.
ايه دول انت بقى ايه؟ ما عملت ايه في الموضوع بتاع جدك ده هو؟ انت مالك؟ انت اساسا سبب كل المصايب اللي انا فيها دي. اه يبقى ما لقيتش سبب للموضوع ده وانا دوله. ايه اللي خلى جدك يسيب المغرب ويجي هنا؟ ايه السبب؟ عرفت السبب ومش هقول لك يا رمزي. اه يبقى سبب ملهوش حل يا دوله. انت ما ينفعش ترجعه المغرب تاني؟ ولا ابعد عن وشي دلوقتي خالص. ابعد عن وشي، انا مش ناقصك، اتكل على الله. يا دولة عيب يا دولة، انت هتخبى عليا يا دولة. ده انا رمزي السرجاوي. ايه رمزي السرجاوي ده؟ يعني اذا كنت انت ابن عمي يا ابني، فين السرجاوي في اسم العيلة اساسا؟ لا يا دولة، ده نسبة الى عيلة امي. السرجاوي ده نسبة للسرج اللي بيحطوه على ظهرك يا حمار. اه يا دولة بيدفيني والله بدل البرد اللي نقع في جتتي ده هو. ها قول لي بقى ايه؟ مفيش يا رمزي، جدي عمل مصيبة في المغرب قبل ما يسيب المغرب. يا دي النيلة يا دي النيلة، يعني مش لاقي إلا ساعة المغربية ما يعملها بالليل. كان عايز ينام، قال أعمل مصيبة وأنام بقى على طول بعد المغرب يعني. يا دولة أنت بتقوم على عمي يا عم، أنت قصدك يعني دولة المغرب. اللهم صل على النبي، أنت عرفت دولة المغرب؟ آه يا دولة، دي دولة أوروبية معروفة. أوروبية؟ يلا أهو نص العمى ولا العمى كله. المهم يعني جدي بقى أما راح دولة المغرب الأوروبية اللي أنت بتقول عليها دي، يعني كان في ماتش هناك، راح الاستاد يتفرج على ماتش بين الزمالك والمغرب المغربي. طب هو ليه يا دولة ما تفرجش عليه في التلفزيون يعني؟ أنت جاي تسأل؟ مش أنا اللي بحكي؟ أنت بتتكلم ليه؟ أنت تسمع وأنت ساكت وخلاص، أنا اللي بحكي. ماشي يا دولة، أنت هتحكي دلوقتي؟ آه. قول يا دولة، أنا هسمع أهو. قول يا دولة. بقول لك يا دولة، تيجي نقفل البازار ونروح نقعد في القهوة نحكي؟ هتموت أنت وتجيب درف وخلاص، اسمع وأنت ساكت. المهم يا سيدي بقى ما تهبب جدي وراح اتفرج على الماتش في الاستاد وما شافوش في التلفزيون. وهو في الاستاد المغرب طبعا بتلعب جامد جدا والجمهور كله جمهور مغربي. المهم راح الزمالك اتغلب يعني، فبعد تالت جون جدي سخن قوي، لان جدي اصلا كان هو زملكاوي عتيد يعني، فقال لا كده ما ينفعش، وطوبة وفي دماغ الحكم يا معلم. بس وما اكتفاش بكده، لا شوية طوب في دماغ اللعيبة ونزل عمل قلق في الملعب تحت، نزل في الملعب ملعب تحت ومسك الكرة قال ايه عايز يجيب جون شرفي عشان يبقى 3-1 بدل 3-0. اتفضل اتفضل. المهم يعني الحرس المغربي بقى مسكوه ورحلوه من المغرب ومنعوه من دخول دولة المغرب الأوروبية تاني خالص. طيب ايه رأيك يا دولة في ان هو ممكن يعني يجي هنا هون يقعد في البازار وانت تأجر لي الأوضة اللي هي فوق السطوح دي يعني اللي جنب الفراخ، واهو لما اجوع اقوم دابح فرخة واكلها، ادبح اكل ادبح اكل. استنى استنى، هو في أوضة فوق السطوح عندنا في العمارة؟ يا خبر ابيض يا دولة، ما اقولكش بقى يا عم، دي الفيلا، الفيلا اللي انا بحلم بيها يا دولة طول عمري، نفسي في خلال ال 30 سنة اللي جايين يا دولة اشتريها وامتلكها. ادعي لي يا دولة. مش هدعي لك، المهم يعني الفيلا دي اللي انت بتحكي عليها، الاوضة اللي فوق السطح ايجارها كام يالا؟ لا لا دي حراقة يا عم. كام؟ اخلص. وصلت ل 20 جنيه دلوقتي. وصلت ل 20 جنيه؟ طب هي كانت بكام يعني قبل كده؟ لا كانت بستين جنيه دولة، بس انا ما كانش ساعتها معايا فلوس. ولا يعني هي كانت زمان رخيصة بستين جنيه ودلوقتي وصلت لعشرين جنيه، ما شاء الله. يعني فعلا الزكاوة دي مش ملهاش علاقة بالوراثة لان انت غيري طبعا يعني. انت عارف انا رمزي البيضة الاول ولا الفرخة؟ سطوح؟ سطوح اللي عايز ترمي جدك فيه؟ يا ماما هو انا هرميه منه يا ماما؟ يعني هيقعد عادي في الاوضه؟ يا بصي اقول لك حاجه، بلاش بلاش، انا ورانيا بقى اللي هناخد الاوضه بتاعه السطوح دي وهقدم على تليفون ان شاء الله، واول ما يخش لي التليفون اي حد عايز حاجه ما يطلعليش، يكلمني في التليفون وانا ابقى دلدل السبب. ماشي، بس بابي ما يطلعش فوق السطوح. بابي؟ ماشي يا ماما ماشي، مش هيطلع فوق السطوح. ماما انا اللي هقعد فوق السطوح انا ورانيا، خلاص ما يجراش حاجه يعني عادي جدا، لان انا كمان اكتشفت ان الشقه دي زحمه ما استوعبناش كلنا، فانا ورانيا هنقعد فوق السطوح خلاص. والله هتوحشني يا عادل. ايه ده، انت صدقت ولا ايه يا ماما؟ عادل بص من الاخر كده يا عادل، انت عايز تاخد جدك تطلعه تقعده فوق السطوح اهلا وسهلا، بس ما تدخلش مامتي في الموضوع ده وما تطلبش من اي حد فينا اي خدمه في الموضوع ده. طبعا عشان كلكم خايفين تواجهوا جدي. لا يا خفيف، عشان انت بس اللي اتضريت، انت اللي سبت اوضتك، ما حدش فينا ساب اوضته. ماشي عادي جدا، انا هقول لجدي وهواجهه. هو انا يعني هخاف؟ الحق يا عادل جدك. ما حدش يقول له ان انا هنا، ما حدش يقول له. جدك افرغ محتويات الاوضه كلها واصبحت هشيم.
هشام؟ هشام مين اللي جاي يسكن عندنا دار اخر؟ هشام ايه؟ عادل انا جبت سيره هشام، بقول لك جدك خرج كل محتويات الاوضه بره في الصاله. اتمرش فيكوا حاجه على بقى لقبط. يا جد ايه في ايه؟ دي اوضه قعدوني فيها، حرام عليكوا حرام عليكوا، ده انا كنت قاعد في قصر، حرام عليكوا. احنا برضو اللي حاطينك فيها يا جدي. دي اوضه سقفها واطي، كل ما باجي انا بحس ان سقفها يكبس على صدري، حرام عليكوا حرام عليكوا. فخرجت السرير ونمت على الارض براحتك بقى. عشان برضك يعني الواحد يكبر المسافه بينه وبين السقف، يعني مش كل شويه يخبط في في. طب بص يا جدي، في اوضه فوق السطوح هتنفعك، هتعجبك جدا. اهم حاجه سقفها عالي، كابورليه من غير سقف وازاز كهرباء. ودي كام دي يعني؟ اقعدي ساكته انت خالص، بدل ما يطردنا من الاوضه ونترمي على السلم. ها يا جدي، ايه رايك؟ ايه رايك تيجي بقى تتفرج على الاوضه دي بنفسك؟ انا بطلعش اشوف اوض الاوضه اللي تتزل هنا، حرام عليكوا حرام عليكوا. ماشي يا جد، اجيبها لك تتعرف عليها، مع ان انا شايف يعني ان انتوا انت والاوضه يعني لو اتقابلتوا في حته محايده مش هنحرجها. وعيالها اللي عاملين شباب، انتوا فين؟ انت هاد انت يا بنت؟ ايه الراجل ده؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بالحاج، نورت السطوح والعماره والحته كلها. بصي وانا لسه ما حجتش، ما تقوليليش يا حاج، بس عملت عبره يعني الحمد لله. قولي لي يا عبري. طيب يا حاج يا عمري، يعني اهي الاوضه اهي حلوه وبرحه وشرحه وريحها زي الفل. ايه نشره الارصاد الجويه اللي احنا نزلنا فيها؟ مين اللي قلت مين؟ انا مميرفت يا اخويا. مميرفت؟ ومرفت عامله ايه بال؟ يا اخويا اسكت، تعبانه قوي 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 مع جوزها. وجوزها اسمه ايه؟ ابو مدحت. ومدحت عامل ايه بال؟ ايه بغلبهم، مغلبهم قوي. والناس كلها تعبانه الا انت يا بقف. صح صح، مرتاح انا فعلا يا جدي. وانت بقى هتبقي كل يوم يعني هتقعدي معايا هنا بقى مش كده؟ لا يا ربي يخليك، لا طبعا يا عمري، انا طبعا ليا شقه هنا في العماره، لان العماره دي كلها بتاعتنا. بس يعني وانت طالعه بتنشري الغسيل هتيجي تزوريني ولا ايه؟ طبعا، امال ايه يا عمري، امال ايه، ده الجيران لبعضها. بس انا دلوقتي بقى بنشر في البلكونه شقتي، لاني مش قادره لا اطلع ولا انزل، ركابي توجعاني قوي قوي قوي. طب ما دام ركبك تعباكي تعالي لي ورا ادلكهم لك. تشكر يا اخويا، الف شكر. بس انت يعني لو جايب معاك من المغرب زيت كده اسمه المنكار، يبقى الف كتر خيرك، اديني حبه وانا ادلك بيهم رجلي. اوي اوي اجيبه، يا سلام. انت بس تجي لي يوم كده وانت لوحدك، ما فيش حد، اديك شويه زيت يلا. تعلم المنكار. قلت يا اخويا عايزني اجي لك ليه لوحدي؟ ايه القدسه العبيطه دي مش فاهمه ياض. لا بعكسك يا ام ميرفت، ما تقلقيش. ايه يسلم بقك اللي بنقط عسل نحل. لكن اهو بصي بقى يا عمري، اتفرج على الاوضه شرحه وبرحه وزي الفل، انا بقى هاجرها واخد منكم 200 جنيه في الشهر. 200 جنيه يا ام ميرفت؟ ايه 200 جنيه؟ 200 جنيه لا، مش اقل من 400 جنيه. يا جدو يا جدو، دي ب 20 جنيه. وانت مش عارف انت هسكن مين؟ مش اقل من 500 جنيه. يبقى يا حبيب قلبي نقول بقى 700. 700 جنيه مش انت اللي هتدفع؟ مين ده اللي هيدفع ياض؟ لا انت اللي هتدفع، وباخصم من الورث بقى ان شاء الله. لا علامتين طبعا يا ام ميرفت. بص يا سعاده، انا مش هقدر انزل كلام الراجل الطيب ده في الارض. زي ما هو قال انا هنافس، ده مش طمع مني ولا حاجه. لا ابدا، ده جشع مني. ايوه بس مش طمع. واخبار ميرفت ايه؟ اسكت يا عمري، زي ما قلت لك في الاول تعبانه قوي 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 مع جوزها. وهي بقى ايه وجوزها ده اسمه ايه؟ ابو مدحت. طب مدحت بقى عامل ايه مع ابو؟ يا قطعت، انا بلاش خلاص، هي من سكه ولا من سكه. طب وانت عندكم اللي هو ابو فاروق؟ عندكم ابو فاروق؟ ايوه يا اخويا عندنا ابو فاروق، ده لسه راجع من الحج، ولا كان حاجه حصل ولا كانها حجت. وانت ركبك اخبارها ايه، تعباكي؟ والله يا عمري تعباني قوي قوي. ولا روح هات حاجه. الحمد لله. والله الحمد.
الحمد لله، ده لولا الاوضه اللي فوق السطوح كان زمانها دلوقتي مشاتيت في الارض. المهم ان انا قدرت احافظ على الموقع الاستراتيجي الاخير اللي موجود ليا في الشقه هنا، مع ان بابي هيبقى بعيد عني، لكن مش مشكله، طالما ساكن فوق هنقدر نشوفه كل شويه. يعني يوم جمعه وهو رايح يصلي مثلا صلاه الجمعه، رمضانات بقى كده يعني. عارف يا عادل، انا معجبه جدا جدا بيك في صياغه الامور وحكمتك في تسييس الامور. ماما إيه؟ ماما الحي في ايه؟ الحي ام مرفت ماسكه في جده عماله تصور. يا خرابي ليه؟ دي غلطتي، احنا حطينا يا اخوانا البنزين جنب الكبريت. عملت ايه يا جدي؟ كانت بتجري ورحت مسكتها دبحتها بقى قبل ما تبيض. دبحت ام مرفت؟ هي ام مرفت بتبيض؟ ام مرفت مين يا دغوف انت؟ الفرخه دبحتها وام مرفت قعدت تصوت، بس اكتشف بقى قلت لها ان انت هتدفع لها 100 جنيه، 100 جنيه رخصت والله فراخ. وشوف يا سلام، وايه كمان يا جدي؟